اللوحه دي طالعه عندكم ولا الصوره طالعه سليمه؟ طالع عندي حاجه كده على البرزنتيشن صعبه شويه. أنا طالع الانترودكشن انت على لا لا، في حاجه طالعه اضافيه غير البرزنتيشن؟ لا بس فوق. لا لا طيب مو يعني صح، مش طالع. يعني البرزنتيشن بس اللي ظهر عندكم ده الكويس. انا عندي اصلي في حاجات تانية ظاهره، المهم ما تكونش عندكم. لا لا كويس، الله يعطيك العافية. طيب we start with a standard precaution and as we say before standard precaution is a some precaution invented to deal with patient during life. مجموعة إجراءات للتعامل مع المريض في المستشفى، لكن هي صالحة للتعامل مع المريض بعد الوفاة. خلاص؟ To control the risk after the death, it is also applicable for this standard precaution. Standard precaution, as we say before, it is the basic infection control measure that must be applied to all patients even after death. After this. Okay, whether this patient is known or not, is known or not to have an infectious disease. يعني هي الاحتياطات اللي واجب اتباعها مع اي مريض، سواء كان حي سواء كان ميت سواء كان معروف انه مصاب بمرض او غير معروف. Standard precaution is combination of organization arrangement, PPE, application of safe working practices and appropriate behavior. The application take account of being performed at the level of interaction with the dead and the anticipated level of exposure to blood and body fluids. الإجراءات الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى مجموعة احتياطات غسيل أيدي وبي بي إي وإجراءات خاصة بالعمل وإجراءات خاصة بالمنشأة وتصميمها ومكان العمل، كلها بتهدف إنها تقلل احتمالات نقل العدوى. المستوى الستاندرد بريكوشن اللي محتاجينه يختلف على حسب الاجراء اللي هيتعمل وطريقه التعامل مع الديد بوديز، اللي بيعمل اوتوبسي غير اللي بيغسل غير اللي بينقل غير اللي بينقل وهو في باج غير اللي بينقل وهو مكشوف. ستاندرد بريكوشن although it is primary for dealing with patient inside the hospital, it is applicable inside the morgue and nine applicable category inside the morgue. بالرغم ان الستاندرد بريكوشن اصلا معموله داخل المستشفيات، لكن تسعه اجراءات منها قابله للتطبيق داخل المشرحه. على just enumeration لان احنا هنعدي عليهم. Morgue location with design, hand hygiene, PPE, safe equipment management, safe management of environment, safe dealing with body fluids and the spillage of blood, safe disposal of waste, safe management of linen, including work clothing, and finally, occupational safety. Start with location. We should choose the location of the morgue to be away from other area, not to cause decontamination of these areas. يعني لازم نتوخى الحذر في اختيار المكان عشان ما يسببش تلوث للمناطق المحيطة. يعني ما ينفعش يبقى في وسط المستشفى. لازم يبقى في يكون مكان منعزل شوية. خلاص، وخاصة لو الإجراءات اللي بتتم بتكون إجراءات زي أوتوبسي وتجهيز وتحنيط، ما بيبقاش مجرد حفظ موتى داخل التلاجات. يعني كلما كثرت الإجراءات كلما زادت احتمالات نشر التلوث، فلابد أن اللوكيشن يكون أبعد. اختيار لوكيشن كويس will minimize the potential of cross-contamination of other surrounding areas and make handling the dead body more safe and handling the place during cleaning and disinfection more easy. يعني اختيار المكان الصح بيبعده عن انه يلوث المناطق المحيطه، وفي نفس الوقت بيسهل عملهم ويسهل عمليات التنظيف والتطهير. الديزاين to minimize the spread of contamination from an area to the other through the people or equipment, we must differentiate between clean and dirty activities. دايما بنتكلم في كل اللي اتكلمنا فيه في المحاضرات في اليومين اللي فاتوا الفصل ما بين المتسخ والنظيف. ليه؟ لانك لو خلطت المتسخ بالنظيف الاثنين اصبحوا متسخين. فلذلك المسألة الفصل دي مفهوم اساسي في مكافحة العدوى.
الايديالي انك تقسم المنطقه لكلين وديرتي وترانزيشنال زون، منطقه وسيطه يعني. اوكي، والايديالي ان يكون في كومبليت سيبريشن او على الاقل خطوط على الارض او لوحات تحدد كل منطقه، خلاص زي مناطق العمليات كده. مش لازم يكون فيزيكال سيبريشن بحوائط، بس يكون في خطوط على الارضيات ويكون في علامات تحدد انك خرجت من منطقه ودخلت منطقه اخرى. ده ايديال يعني. طيب اتجاه العمل عشان احافظ على الكلين، يبقى من فروم كلين تو ديرتي. عشان احافظ على الكلين اريا كلين، يبقى التحرك من الكلين تو ديرتي. ده غير المفهوم اللي قلناه في السي اس اس دي، لان في السي اس اس دي الادوات اللي جايه لي اصلا ملوثه والهدف انها تخرج سترايل، فلازم الدايركشن بتاع الادوات في السي اس اس دي يكون عكسي، يكون فروم ديرتي تو كلين تو سترايل. طيب لازم في وورنينج ساينز قبل ما تدخل المنطقه الديرتي عشان الناس تاخد حذرها وتبدا تلبس البي بي اي. وانس انك خرجت من الديرتي زون، يو ماست ريموف ذا كونتامينيتد ورك كلوز او كونتامينيتد بي بي. من الحاجات المفهوم الاساسي في مكافحه العدوى في اي حته، اي ديرتي اريا سواء كانت في سي اس اس تي او في لاندري او في ميرج، لا يسمح بها بتخزين الاكل ولا تناول الطعام ولا تناول الشراب. No eating, no drinking and no keeping of foods. Why? Because the risk of transmission of bloodborne pathogen is so high. لو خزنت طعام واستهلكته داخل المنطقة، من الممكن ينقل لك العدو. ده تقسيمها محتملة لمسألة الزونز ومش الزونز. كلين اريا ممكن تبقى المكاتب، ممكن تبقى منطقة الاستقبال، ممكن تبقى منطقة اللي بيلقوا فيها نظرة الوداع على المريض أو جسمان المريض. الترانزيشنال زون منطقة الغيار اللي بيتغير بيها العاملين هدومهم. الشاورينج فاسيليتي اللي بياخد ممكن ياخدوا فيها شاور بعد ما يخلص شغل. والستورج اريا أو الكلين ستور. الديرتي اريا بقى هي المناطق العمل الفعلي، سواء كان اوتوبس روم، الريفريجيريتور والفريزرز اللي بيحفظ فيها الموتى، المنطقه اللي بيتم فيها التغسيل وبيتم فيها التحنيط، هي جينيك بريباريشن اوف ذا ديد بوديز. واليوتيليتي روم بتاعه الهاوس كيبر اللي بيحفظ فيها ادواته او بيتم فيها حفظ الحاجات المتسخه، سواء ادوات سواء لينن. دي تقسيمه مثاليه للميرج. هل كل الميرج لازم يبقى كده؟ لا. Not all the merge must be like this, because according to the scope of service inside some merge, they just for storage of dead bodies for very limited time, or just hygienic preparation of the body, or just store and sending it to an outer facility. بعض المشارح بتكون مجرد حفظ مؤقت للجثث او تغسيل للجثث، لا بيبقى فيها اوتوباسي ولا بيبقى فيها تحنيط ولا بيبقى فيها اجراءات مؤقته، وبيبقى السبيس فيري ليميتد سبيس. ان ذيس كيس وي كان ريبليس ذا ايديال ديزاين وذ كلين اند ديرتي اند ترانزيشنال زون انتو وان زون، اند ذيس زون از يوزد as a clean and as a dirty not at the same time. يعني لو ما فيش سبيس ان انا اعمل زونز مختلفه، استعمل نفس المنطقه بس احط في دماغي وانا بستعملها ان انا استعملها مره على انها dirty، خلصت اعمل cleaning وديسانفكشن، خلصت استعملها كلين. يعني من الممكن الفصل يكون فصل زماني مش فصل مكاني. الاوبشن الاولاني فصل مكاني لو الدنيا واسعه والاجراءات كتير، يبقى اعمل فصل مكاني. مفيش امكانيه والمساله مصغره، يبقى الفصل فصل زماني. اعمل الاول مثلا الديرتي وبعديه ديسانفكشن وكليننج وابدا الكلين اكتيفيتيز. الهاند هايجين اتكلمنا فيه كتير. السمبلست اند سنجل موست افكتيف براكتس تو ريديوسينج ترانسميشن اوف انفكشن، والكلام ده طبعا ينطبق على الميرج. خلاص يعني ما فيش تغيير، الهاند هايجين اهم حاجه في كل حته بما فيهم الميرج. طبعا الكلاسيفيكيشن الطبيعي ووش بسوب اند ووتر او هاند رابنج، وبرده ده ابليكابل انسايد ميرج. كليننج ويز هاند ويز سوب اند ووتر ده اساسي،
وخاصة if the hands are soiled or if the PPE are compromised، يعني اتقطع القفاز أو الإيدين اتسخت، يبقى لازم ساعتها ما ينفعش الالكول بيست اند راب، لازم هاند هايجين والسوبند ووتر تو ريموف مايكرو اورجانيزم. ده الديزاين المثالي للهاند واشنج ستيشن، سينك ديديكيتد فور هاند واشنج اند dispenser of soap, reusable bag, soap bags, and a dispenser of paper tissue. And this in every area, every working area should have a sink. يعني لابد في كل منطقة عمل يكون في حوض لغسل الأيدي. خلاص، غير التقسيمة اللي قلناها في CSSD، لأن مسموح بوجود المية في كل مناطق المشرحة سواء بيغسل سواء بيشرح، فلذلك الهاند هايجين ستيشن أكيدا. طيب، this hand hygiene station is acceptable؟ Please answer in the chat. أكيد نو. ليه؟ This sink is used by the housekeeping staff, so it is a dirty sink. Dirty sink can't be used for hand hygiene because it is hand hygiene. It is for cleaning of hands, not to decontaminate your hands in just in this sink. Another example. This hand hygiene station is acceptable. Why? Because this hand hygiene station is inside the WC. Inside the WC can't be considered as hand hygiene station. This is one cause. The second cause, the dispenser of the soap is reusable, is refillable. Okay, and this is forbidden. We must use soap bag. Once finished, it is replaced with a new one. This is acceptable hand hygiene stations. For hand hygiene, hand rub, using the alcohol-based hand rub to rub your hands instead of sinks. يستعمل كبديل للأحواض. عشان يتوجد at least one hand rub station in each working area. الهاند رب ستيشن ممكن تبقى wall mounted أو ممكن تبقى top, table top. طيب، ال five moments applicable with patient inside the hospital and it's also applicable here inside the morgue during dealing with the dead bodies. When entering the place, you must wash your hands with soap and water. When leaving, you must wash your hands. When your hands become soiled with contaminated with blood, you must do hand hygiene with soap and water. This can be done after touching the dead bodies or after touching the surrounding around the dead bodies or after touching any body fluids oozing from these dead bodies. And before, during, and after removing of PPE. نفس الانديكيشن يا جماعة العادية خالص، قبل استعمال البي بي اي وقبل بعد خلعها، قبل دخول المكان وبعد الخروج أو قبل الخروج من المكان والذهاب للمنزل، ولو الإيد اتلوثت سواء بالتعامل المباشر مع الديد بوديز أو التعامل مع البيئة المحيطة أو التعامل مع البادي فلويدز زي الانديكيشن بتاع الهاند هايجين الفايف مومنتس بالظبط. The PPE, the same PPE are applicable inside the morgue. And we focus on the PPE that prevent exposure to splashes of blood and splashes of contaminated water during washing and hygienic preparation of the dead bodies. نركز على أدوات الوقاية اللي فيها مناعة أو بتحمي ضد نشر العدوى من الدم وسوائل الجسم أو الماء الملوث أثناء تجهيز الجسم. تعريف البي بي اي طبعا سمعتوه مني ومن الدكتور سامح ومن الدكتورة نادين ومن كل الناس، مجموعة باريرز الهدف منها إنها تقلل احتمالات العدوى وتحمينا من الهارمفول مايكرو أورجانيزم.
القواعد العامة applicable إن لازم الستاف to know which VDE is required according to the activity needed or activity will be performed. يعني كلما كانت الاكتيفيتي فيها عرضة أكتر للتلوث أكيد الـ PPE هتبقى أكتر وهتبقى أكثر تجديدا. How to use it, إمتى تستخدمها بالظبط, and how to use it. How to use it يعني تخلعها ازاي, تلبسها ازاي, ترتبها ازاي, واللي applicable في الأقسام الداخلية برضو applicable هنا. More staff must understand the importance of wearing PPE to protect themselves against harmful or potential hazards of biological hazards. حماية من الميكروبات الممرضة. When selecting the PPE, take care to select proper size, proper type, approved by the MOH, and fit for you or can't be used by you. Fit يعني مثلا لو انت عامل fit test على مقاس N95 ما تستعملش غير المقاس اللي عملت عليه الفيت تيست. PPE should be available all the time and near the activity, يعني لازم تتوفر بسهوله وجنب الاماكن اللي انا هشتغل فيه. Don't and remove PPE properly and in correct order. تلبسها صح وتخلعها وتلبسها بالترتيب الصح, يعني زيها زي بقية الأقسام. Once you start using PPE, limit the surface that touched with PPE. لأنك once إنك بتستعملها أصبحت ملوثة, فأي سطح هتلمسه هيصبح ملوث. Avoid touching or adjusting PPE once you are dealing with the dead bodies. بمجرد ما تتعامل مع الديد بادي اصبحت ملوثه فما تعدل, ما لن تتاح لك الفرصه انك تعدلها وتصلح وضع الجوجل او تصلح وضع الجلافز, لا. طيب البي بي اي نوعين, وان تايب از ديسبوزابل, يو ماست ديسبوز ات as a general waste once you finished. النوع اللي بيستخدم مره واحده ده على الجنرال ويست. ليه جنرال ويست؟ لانه غالبا ما بيبقاش محمل بالدم. لو لقيته محول بالدم يبقى ساعتها على يلو باكس. ريوزابل تايب, سواء كانت جوجل او فيش شيلد او هيفي ديوتي جلافز, ريوزابل تايب لازم يبقى ليها سبيشال باسواي فور كليننج اند ديس انفكشن بيفور ريوز. لازم ليها وسيله او طريقه معتمده للتنظيف والتطهير قبل اعاده الاستخدام. Shift to the how to deal with sharps. نفس الكرايتيريا بتاعت dealing with sharp. Take care when handling needle. Take care when handling scalpel. Take care when cleaning sharp objects or sharp device. And if sharp object is disposed, dispose it inside sharp container or sharp box. طب ايه الجديد بقى في او ايه المختص بالمارش؟ ان مع الحوادث بيبقى في بون فريجمنتس. مع تغسيل المرضى او المتوفين في الحوادث خلاص, ومع التشريح من الممكن ان يبقى الشارب انواع اخرى غير انواع في بقيه المستشفى, سواء الشارب ده بون شيزل او اجزاء من العظم تخترق الجلد, يبقى ساعتها هتعمل نفس تاثير الشارب. شارب كونتينر نفس القواعد العادية, don't use bags to dispose sharp, it must be disposed inside sharp container, and don't fill the sharp container only 3/4 of its capacity. أهم حاجة بقى, جايز ياخدوا بعض العينات داخل الأوتوبسي روم بالسيرنج. To cover the needle you must use the scope technique. Scope technique, just use one hand. To protect yourself because recapping with double hand زي اللي في الصورة فوق العلامة الحمراء is a very risky to have a needle stick injury. في حاجة خاصة برضو في التعامل داخل المرج أثناء الأوتوباسي, there is dealing with cutting and sharp tools, and some of these sharp tools are powered or automatic or mechanical sharp tools. This can cause cutting of the hands. بتستعمل أدوات للقطع, الأدوات دي بتبقى حادة جدا وجايز تكون أدوات أوتوماتيكية مش يدوية يعني.
طيب استعمالها ممكن يقطع الهاند، لان هي بتستعمل تو كات بونز، تو كات كارتليج، عشان الاوتوبسي يفتح بيها الصدر، يفتح بيها الجمجمه، خلاص. فلذلك اللي بيعمل الكلام ده يو ماست يوز ذيس تايب اوف جلافز، اللي هي بتبقى ستانلي ستيل جلافز. ذيس ستانلي ستيل جلافز اف اكسبوزد تو شارب ات از نوت ايزي تو بي كات. هذه القفازات المصنوعه من شبكه الستانلي ستيل مش من السهل قطعها، ليها مشكلة بس إنها ريوزابل، بدام ريوزابل تبقى need for cleaning and disinfection which is called decontamination before reuse. management of equipment، بنستعمل مجموعة مستلزمات داخل المشرحة. عشان نستعمل مجموعة المستلزمات دي داخل المشرحة، هي عرضة للتلوث بالدم وسوائل الجسم. طيب بنقسمها لنوعين: disposable remove it single use، reusable يبقى we need to decontaminate these items or these supplies before reuse. This can be used after each use، بعد كل استعمال، after being contaminated with blood and body fluids، بعد تلوثها بالدم وسوائل الجسم، اخيرا before inspection and maintaining، قبل أن تبعتها أو ترسلها للصيانة لابد من تطهيرها وتنظيفها عشان تبقى آمنة لمسؤول الصيانة. Safe management of environment. Environmental cleaning is discussed in detail by our colleagues. And here just we enumerate, we must have a special schedule inside the marsh, including all surfaces, including the responsible staff, and the staff responsible either the marsh staff or the housekeeping staff. And the frequency of cleaning, the date and times, all the environmental surfaces, and this environmental surface should include freezers and refrigerator used for keeping dead bodies. And the cleaning ingredient, what is used, and what, how to deal with this ingredient, how to prepare the solution for cleaning, how to prepare the solution for this infection. يعني الإجراءات دي تم قتلها بحثاً مع الزملاء، لكن إحنا بنأكد بس إن يبقى في جدول، في جدول للتنظيف يحوي بقى الأشخاص اللي بيشتغلوا وإمتى يشتغلوا ويشتغلوا إزاي، الأسطح اللي هينظفوها ينظفوها إزاي، السبلايز اللي هيستخدموها يستخدموها إزاي. كل ده لازم يبقى موجود. وده كلين مارش، وده صوره ليها بتقول لك الكلين مارش المفروض تبقى زيها زي المطبخ، حاجه في منتهى النظافه. This is a spill kit. All of us we know the spill kit. This is the spill kit provided by MOH to deal with blood. So any spillage of blood or body fluid we must deal it immediately. Don't wait. And responsible staff is should deal with this blood. مش أي حد، المختص بس هو اللي يتعامل معاه. So we must have a special policy for responsible. What is the material? How to deal with blood? We must be trained. يعني لازم يكون في ستاف مخصوص، والستاف ده معاه أدوات مخصصة وله بوليسي مخصوصة ومتدرب عليه. ده It is a photo of how to deal with body fluids or blood spillage. Dealing with waste. The waste is the general waste policy inside the merge. ما فيش حاجة special. All the waste must be disposed safely. If it is not heavily contaminated with blood in the general waste, if it is soiled and heavily contaminated with blood in the medical waste. طب what about the dead body clothing in case of accident؟ ايه اللي نعمله؟ هدوم المتوفى في وقت الحوادث بيبقى contaminated و heavily soiled with blood. Deal it with as a medical waste. ما بنبعتهاش تتغسل بقى، بنبعتها على طول على انها medical waste بعد استئذان العائله. طيب البوست مورتم سامبل، خدنا سامبل فروم ذا ليفر، سامبل فروم ذا برين، سامبل فروم ذا لانج. How to deal with it as a pathological sample in a special red bag. والدفن بتاعها بمعرفة الأسرة زيها زي المتوفي بالظبط.
يعني السبيشيال بس التعامل مع لبس المتوفي، السبيشيال بس التعامل مع العينات الباثولوجيه اللي بتتاخد اثناء الاوتوبس. طب هاو تو ديل ويز لاندري؟ لاندري از ذا جنرال لاندري، هي نفس الجنرال بوليسي. Take care during dealing with contaminated linen or contaminated work clothing. المريض اللي جاي لك جاي لك بملاية ملوثة ولبسك اللي كنت بتلبسه أصبح ملوث. يبقى provide laundry container as close as possible to the point of use وavoid transport to the pathogen to other people. تتعامل برفق مع الحاجات الملوثة لمنع انتشار العدوى. All infectious or heavily soiled linen زي ما قالت الدكتورة نادين in water soluble bag before putting it in plastic bag, leak proof plastic bag. ليه؟ عشان تدخل المغسلة مباشرة بدون فرز لتقليل احتمالات العدوى. طيب لو لقيت linen extremely damaged or work clothing extremely damaged مقطعة clinical waste ما تبعتهاش المغسلة، ولازم يبقى فيه suitable frequency for collection عشان ما يفضلش عندك غسيل ملوث في مناطق العمل. ندخل على الاحتياطات الثانية transmission based precaution. when the standard precaution is not enough to deal with the risk of infection and for some cases it is infectious transmissible disease highly or life-threatening infection، يعني مرض معدي بطريقة خطيرة وبطريقة وبائية زي الكوفيد زي الميرس كاف زي التي في، ساعتها بقت الستاندر بريكوشن لوحدها غير كافية. أو there is some diseases with epidemiologically important pathogens، بعض الميكروبات ليها أهمية وبائية زي الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية برضو ليها أهمية وبائية. يبقى سواء كانت هي أمراض معدية الستاندر بركوشن لوحده غير كافي للتعامل معها او امراض وبائيه الستاندر بركوشن غير كافي للتعامل معها، لابد يضاف احتياطات اخرى. What is this? It is the transmission based precaution. It is classified into airborne precaution، احتياطات العزل الهوائي او احتياطات المنقوله عن طريق الهواء. Droplet precaution، احتياطات المنقوله عن طريق الرذاذ. Contact precaution، الاحتياطات الميكروبات المنقوله عن طريق التلامس whether direct or indirect. And for some diseases not only one route of transmission، زي الكوفيد بيتنقل بالايربورن وبيتنقل بالكونتاكت، ده لو هو ايربورن، او ساعات دروبلت وكونتاكت. الميرسكوف نفس الكلام، لو هو اجراء بسيط هيبقى دروبلت وكونتاكت، لو هو اجراء في ريسول جنريتنج بروسيجر هيبقى ايربورن وكونتاكت. يعني بعض الامراض بيبقى ليها اكثر من وسيله، فيبقى تاخد الاحتياطات بتاعه الكونتاكت مع الايربورن مثلا او الكونتاكت مع الدروبلت مثلا. طيب في جنرال ريكويرمنت للتعامل مع الامراض اللي لها اهميه وبائيه او ليها اهميه في الانتشار او لها خطوره في الانتشار. ايه هي؟ اول رول، وات از يوزد وذ بيشنت ديورينج لايف از كونتينيود ديورينج ديس، اللي كنت بتتعامل بيه مع المريض اثناء الحياه تكمل بيه تعامل لحد الوفاه، لحد ما تعزله جوه الكيس بتاعه او لحد ما يدفن. خلاص. تاني قاعده، limit the interaction with the dead bodies، يعني ما تتعاملش معاه بقلب مفتوح، لا حاول تتجنب التعامل معاه الا للضروره. limit your dealing with the dead body to the necessary activity. اخر حاجه، bury as soon as possible، دفن المريض في اسرع وقت. ليه؟ طول ما هو موجود في التلاجة، في الفريزر، في عربية النقل، there is a risk. Once buried, the risk is finished. General requirement. When transporting patient from the hospital to the morgue with infectious disease, you must have a sign to
Everyone in the marsh do know there is a danger of infection. لابد ان يكون في علامة تدل ان هو معدي عشان كل الناس اللي تتعامل مع الباج تبقى عارفة ان اللي جوه الباج ده معدي. ومثال الصورة اللي شفناها في الاول لمريض الكوفيد كانوا كاتبين عليه بالبنط العريض كوفيد بيشنت. ايه اللي بيتعامل تعامل الامراض المعدية؟ السيفير بليدنج والسيفير اوزنج زي حادثة وقاعد ينزف البلد وسوائل الجسم. ليه؟ لان احتمالات انه يعمل كونتامينيشن للبيبل وكونتامينيشن للانفايرمنت عاليه جدا. فبناخد احتياطات غير عاديه، احتياطات فوق القياسيه، بنسميها احتياطات المعتمده على طريق الانتقال، لان طرق الانتقال اصبحت اكثر من المعتاد، فلا بد ان ناخد اجراءات اكثر من المعتاد. بنعمل معاهم ايه؟ بنحطهم جوه ليك بروف باك، نحطهم جوه كيس يمنع هذا التسرب. طيب الايربورن، لو جالي عيان ايربورن ايه الحاجات المختلفه؟ يا ريت يكون في سيجريجيشن، يعني يكون في مكان للتعامل معاه، ويفضل يكون الاوتوبيس بتاعه في نيجاتيف بريشر روم زيه زي مكان مع الحي في ايزوليشن روم. طيب لو مفيش استعمل البنش العادي، بس في بنشات او في تيبل بتبقى مجهزه باليه شفط، كان بالظبط نفس فكره الهيبا فلتر اللي موجود اثناء الحياه، ان هو اتسك ذا كونتامينيتد اير اواي فروم ذا ستاف. يعني البنش ده كل شغلته انه يشفط الهواء الملوث بعيدا عن العاملين. طيب استعمل الادوات اليدويه بدل الادوات الميكانيكيه. ليه؟ لان الادوات الميكانيكيه ات از ايريسول جينيريتنج بروسيجر. اخر حاجه يوز N95 or other respiratory protective equipment. يعني لو انت عامل تيست على N95 اثناء التعامل مع هذا المريض في البيئه اللي حددتها بالشكل اللي حددناه لازم تبقى لابس N95. طب في الدروبلت سجريت برضو الاجراءات اللي ممكن يبقى فيها رذاذ بعيدا عن بقيه المناطق عشان ما تلوثش بقيه المناطق. طيب الاجراءات اللي فيها رذاذ زي ايه؟ زي استعمال خرطوم بضغط عالي للتنظيف ممنوع، زي استعمال التنظيف تحت الماء الجاري ممنوع، زي الضغط على الاعضاء بعد التشريح ممنوع، لان كل ده ممكن يتعرض لإيريسولز او سبلاشز اثناء هاي بريشر اوف هوز او كليننج اندر رانينج ووتر اور سكويزنج اورجان افتر اوتوبيس. طيب للحمايه بقى زي ما استعملنا في الايربورن N95 هنا نستعمل بقى جميع الاجراءات بقى اللي هي ايه؟ جاون، ابرون، جلافز اند فيس شيلد اند ماسك اور جوجلز، اللي هي حمايه كامله وحمايه للاقدام طبعا لو في استعمال سوائل اثناء التنظيف والكلام ده. اخر حاجه بقى الكونتاكت. لو العيان في مرض كونتاكت ويحتاج للعزل اعزله جوه البادي باج، لان البادي باج بمثابه غرفه عزل، قفلتها على العيان قفلت الاحتمالات العدوى انها تنتقل بره. طيب ولو لسه بتتعامل مع العيان وما دخلتوش جوه الباج ممكن تستعمل اكسترا بي بي اي قفازات اضافيه، ممكن تستعمل فول اور ووتر بولز ووتر بروف سليف تغطي مناطق اخرى زي البدله اللي كانوا عاملينها للتعامل مع الايبولا، كان في بدله مخصوص للتعامل مع مرضى ايبولا حتى في التخسيف. ليه؟ لان الادوات العاديه مش مضمونه فتلبس ادوات اكثر دقه. اخر حاجه لو بتتعامل مع مرض زي الجاكوب ديزيز او الماد كاو ديزيز استعمل ادوات ديسبوزابل، لان ما ينفعش تطهرها وتعقمها، في احتمال كبير تتصاب وانت بتعمل الكلام ده. طيب الترانسبورتيشن له رولز. ما دام العيان معروف في القسم انه هو عنده مرض معدي لابد انه يوصل المارج، معروف انه عنده مرض معدي خلاص. طب بنعرف ازاي؟ بتحطه في جاديفر باج اللي هي كيس الوفيات، وتكتب عليه وتحط اشاره زي اللي معموله دي اللي هي ايزوليشن بريكوشن ترانسبورتيشن كارد، بحيث انه لو ايربورن يبقى ايربورن محطوطه، لو ايربورن مع كونتاكت يبقى ايربورن مع كونتاكت محطوط، بحيث ان نفس المعلومات وصلت للمورج ستاف. وما بنكتفيش بكده، لا، النيرس اوف تشارج شوت
have telephone with the morgue staff to inform them that the coming dead body is having infectious disease. يعني بتتصل عليه وتعرفه ان هو لازم عنده مرض معدي, take care والاجراءات اللي لازم تاخدها. طيب الترانسبورتيشن باجز احنا قلنا بنستعملها مع الامراض المعديه. طب امراض معديه, جميع الامراض المعديه؟ لا, الامراض المعديه اللي ليها احتمالات نقل عدوى غير عاديه, نقل عدوى بصوره وبائيه زي التي بي, زي الميرس كوف, زي كوفيد, زي الايبولا, زي الهيموراجيك فايرال ديزيزز, كل الكلام ده. طيب هي دي بس احتمالات استعمال الكاديفر باج؟ لا, لو في بادي اوز او اكسيدنت مع بادي فلويدز, اكسسيف بادي فلويدز, استعمل الباك. يعني لو الجثه جثه حوادث وفيها الكثير من الدم وسوائل الجسم, استعمل البادي باك. برضو لو الجثه متحلله بشكل كبير بقى لها فتره طويله وما كانش معصور عليها, برضو استعمل بادي باك لانها هتبقى معاديه بشكل كبير. طيب ليها مواصفات, must be at two sizes, كبير وصغير, heavy duty plastic pouch and tear resistant and fluid resistant waterproof, والمادة بتاعتها بتبقى فينيل وال 150 microns. طيب can be secured is closed with full lens زبر, يعني سوسته بتقفلها بحيث انك تعزله تماما عن الخارج. طيب لو اتقطعت ما تنقلوش منها, حطوا in another new one if the cadaver bag is compromised become torn, use a new one, don't extract the body to a new one. يعني تستعمل دو double bag, two body bags. خلاص, غالبا بيبقى فيها باوتش عشان تحفظ بيها بيانات عن الجثه, لان وانس انه بقى بالداخل محدش عارف مين اللي جوه, ولا كان مصاب ولا لا, ولا راجل ولا ست, فمش كل ما هنعرف نفتح, لا, البيانات موجوده بالخارج. دي لسته لبعض الامراض اللي ممكن يتم معاها البادي باج. زي ما احنا شايفين التي بي لازم, الميرسكوف ماشي, ماشي, الكوفيد ماشي, الانفيزيف ستريبتوكوكال انفكشن يس, الانثراكس ماشي, الفيرال هيموراجيك ديزيز ماشي. طيب الامراض اللي مش اللي معديه بس ما لهاش انتقال وبائي, زي الهيباتيتس سي, زي الهيباتيتس بي, زي الاتش اي في, لا, ده العيان ما بيبقاش معروف اساسا, فما بتستعملش الدبل باج البادي باج الا لو في اوز اوف بلاد اور اوز اوف بادي فلويدز. لكن واحد هيباتيتس سي او هيباتيتس بي وميت عادي وما فيش اوز اوف بلاد, لا, لفه في الكفن عادي, مش لازم بادي باج. واحد منينجوكوكال منينجايتس ومش هعمل له اوتوبسي ولا حاجه, لا, حطه في الكفن عادي. واحد ديفتيريا, لا, حطه في الكفن عادي. يعني مرض ايربورن او مرض له أهمية وبائية, خلاص, هو ده اللي بنعزله في البادي باكس. هنعدي بعد كده بقى لمجموعة صور هنقارن بين الصور صادمة. It is a shocking photos. This shocking photos is of some morgue and what is needed to convert these photos. يعني صور صادمة أتأسف عليها, تم إجراء بعض التعديلات لإخفاء المتوفين. For privacy of the dead bodies, we are doing some editing of the photo to hide the body or dead bodies. This is a hygienic preparation in some photo. It is a real photo. And as we say, blood on the ground, very bad behavior without any VBE. This is a catastrophic photo. The trolley is broken and the dead bodies or the dead bag is torn and the dead body in the ground. It is a real photo. This is a real photo for a morgue, very dirty morgue. Another very dirty morgue. What is needed to convert this photo? We need clean morgue, like CSSD, like the kitchen, like any other clean areas in the hospital. Once you finish the dirty activity, you must clean it. Again, you must clean it after each activity.
You must clean it after each activities. It seems like OR. This is the refrigerator and the freezer for keeping dead bodies. A very bad behavior, very dirty keeping freezer and refrigerator to keep the dead bodies. The same marsh from other side of view. And it is catastrophic marsh for keeping cadaver bags and dead bodies in a very dirty place or in a very dirty refrigerator. What is needed? We need a clean refrigerator like this or clean deep freezing department like this. We need clean deep freezing or refrigerating department like this. Okay, what about the autopsy room? Very bad autopsy room, very dirty autopsy room, and the contaminated equipment everywhere, contaminated supplies everywhere. Okay, it is not acceptable at all. And this is doing autopsy. And as we say, blood contamination, no BPE, and even contaminate the blood, contaminate the face of the man who is doing autopsy. It is very dirty behavior. What is needed? We need a clean area like OR or like the CSSD, very clean environment. After finishing the dirty activity, you must doing cleaning and disinfection like this. This is another autopsy room for a center of autopsy like the OR. Very clean environment. And this is the PPE needed for dealing with the dead bodies. We need full PPE to protect yourself from splashes of blood or splashes of body fluids. And in this case, it is airborne isolation. And for this reason, they are using N95 mask. Okay, I finished my presentation just in time and ready for any questions. Thank you, Dr. Ashraf, for your presentation. It's more excellent. إذا في أحد عنده أي سؤال ممكن يسأل الدكتور أشرف يرسل على الشاتينج لو سمحت. دكتور في سؤال يقول البي بي اي هل خطواتها تتغير هل يتم غسل اليدين بين كل خطوة وخطوة أثناء تغيير البي بي اي when it's changing BBE you need to wash your hands after removal of gloves because the glove is the most dirty part of your BBE and wash your hands by finishing removing all other BPE. وانت بتتخلص من القفاز في احتمال كبير قوي انك ايدك تتلوث وانت بتخلعه. عشان كده بنعمل بعد خلع القفاز اللي هو اول حاجه بتتخلع تعمل هاند ووش. وبعد ما تخلص خلع بقيه البي بي اي بس بطريقه امنه باستعمال المناطق الخلفيه والمناطق الداخليه فقط وليس المناطق الاماميه والمناطق المعرضه تغسل ايديك بعدها. كده واضحه؟ تمام يعطيك العافية دكتور. It's clear. We are using hand wash after removing the glove, the first step, and finally after removing of all other BPE. كاتبين يعني من الخطوات إن لازم نغسل أيدينا. صحيح. بس مرتين على الأقل بعد خلع القفازات ده لازم لأن أثناء خلع القفازات احتمال كبير إنك تلمس قفاز من الخارج. وفي النهاية لأنك برضو في احتمال أنك لمست منطقة خطأ داخل البي بي ما تعتبرش خطوة إضافية ده من ضمن خطوات الستاندر بريكوشن. تمام يعطيك العافية دكتور.
تمام، يعطيك العافية دكتور. الواضح ما شاء الله كلير والكل يتشكر، ما في أي أسئلة. يعطيك العافية دكتور على البرزنتيشن الرائع. Next speaker دكتور عبد الرحمن. He has PhD in medical microbiology and immunology, Egyptian fellowship in infection prevention and control, CIC certified 2021, senior registrate infection control. Talk about السلام عليكم. استأذن الزملاء بس يقولوا لي اذا كانت الصوره واضحه عشان تكون اذا برزنتيشن كلير. تفضل دكتور، بس البرزنتيشن اعمل له فول سكرينينج. السلام عليكم، حياكم الله جميعا. Welcome everybody. We will continue inshallah today about how to make the infection control risk assessment before the starting any construction and renovation. I will explain by Arabic then English. Each point I will explain by Arabic then English. يا شباب اليوم ان شاء الله هنتكلم عن كيفية او دور مكافحة العدوى في عمل تقييم للمخاطر الناتجة أثناء عملية أو قبل البدء في عملية الهدم وإعادة البناء اللي بتحصل داخل المستشفيات. يعني لما بيكون عندي خطوة من الخطوات الهدم وإعادة البناء في داخل المستشفى زي بناء قسم جديد أو هدم وإعادة ترميمه أو توسيعه أو ما إلى ذلك، قبل البداية ودي مهمة جدا، قبل بداية المشروع لابد أن يشترك قسم مكافحة العدوى مع فريق محدد هنعرفه النهاردة في عمل تقييم للمخاطر اللي ممكن تحدث وبالتالي إجراءات مكافحة العدوى المطلوبة لمنع هذه المخاطر. Okay. Firstly, today we will explain what is the role of infection control team before starting any construction and renovation in the hospital. By detecting the risk of acquiring infection during this project and give the infection control recommendation must be implemented before starting and during the action of the project of construction and renovation. Okay. طيب الآن النقطة الأولى اللي هنتعرف عليها في هذا الموضوع، ليه أنا كإنفكشن كنترول بأتدخل في عمل زي إعادة البناء والتوسعة والبتاع داخل المستشفيات؟ يعني ليه أنا كإنفكشن كنترول بتدخل في هذا الأمر؟ لأن أنت أحياناً ستواجه بهذا السؤال، خصوصاً لو أنت بادئ تطبق هذا الموضوع في مستشفى لم تكن تطبقه من قبل. هتلاقي الزملاء المهندسين والزملاء بتوع المينتنس والشركة كمان المصنعة يقول لك ما الداعي لتدخلك كإنفكشن كنترول في موضوع زي الهدم وإعادة البناء والتوسعة داخل المستشفيات. لازم يكون ردك محدد وواضح إن هذه العملية بينتج عنها إما عدوى في الجهاز التنفسي أو أحياناً تسبب أزمة. يعني لو في حد عنده حساسية على الصدر، الموضوع بتاع الهدم وإعادة البناء ممكن يسبب زيادة في هذه الحساسية أو حدوث للأعراض بتاعت الحساسية أثناء الهدم والبناء. طيب هيسألك يقول لك إيه الإنفكشن اللي ممكن ينتج أو إيه العدوى اللي ممكن تنتج عن مشروع بناء وهدم؟ قول له إن أهم العدوات اللي بتنتج هي العدوات الفطرية، لأن التراب أو الدست أو الرمل أو التراب الناتج عن التكسير وإعادة البناء أو التوسعة بيحتوي على فطر يدعى الأسبرجيلوس. فطر الأسبرجيلوس فليفوس ده من الفطريات الخطيرة جدا اللي بتصيب الجهاز التنفسي عند كل الناس، ولكن عند المرضى منقوصي المناعة أو مرضى الحساسية بينتج عنها أعراض قد تصل إلى التهاب رئوي شديد قد يؤدي إلى الوفاة. يعني على سبيل المثال لو أنا بعمل توسعة أو إعادة بناء في مركز لعلاج الأورام، من الخطر جدا جدا أن تتم هذه التوسعة دون إشراف مكافحة العدوى بشكل واضح،
لان ده هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى تعرض المرضى الموجودين او المنومين او اللي بيعتادوا زياره هذه المراكز لاخذ الجرعات الكيماويه او غيره الى عدوى فطريه ناتجه عن هذا التراب الناتج عن التكسير والهدم، يؤدي الى التهاب رئوي شديد من الصعب علاجه، او قد يؤدي لا قدر الله الى الوفاه. By English, the first question will be facing you during working with as an infection control specialist in the project of construction and renovation in the hospital. What is your role? What is the infection control role? Why the infection control is important during this step of construction and renovation? You must clear answer, give the clear answer for each one, because the dust production from this project may cause in respiratory infection by special fungal diseases named Aspergillus. And this fungal infection is very dangerous, especially for the immunocompromised patient, like cancer patient, like long-standing patient, and like this. All this risk is maybe cause severe pneumonia and maybe arrive to the death. And also, the dust production may be irritated the lung of the asthmatic patient, like healthcare worker have a history of asthma, all visitors have a history of asthma like this. So the infection control play important role for prevent of these problem. إضافة إلى ذلك برضو، يعني مش بس أنا بخاف من العدوى، لا، أنا بخاف كمان إن أثناء هذه العملية بتاعت الكونستراكشن والرينوفيشن قد يحدث تلوث ل المياه الموجوده داخل المستشفى، مصدر المياه الموجود داخل المستشفى، خصوصا اذا كانت شبكه المياه لم يتم فصلها في الجزء اللي بيتم فيه العمل، لان احيانا الاهتزاز الشديد اللي بيحصل في مواسير المياه اثناء الهدم والبناء قد يؤدي الى تسرب بعض الميكروبات المتراكمه على داخل انابيب الميه، وبالتالي ترفع نسبه العدوى، خصوصا ببعض الميكروبات التي تدعى السودوموناس والليجونيلا. دي من أمراض المياه الخطيرة اللي ممكن تنتشر داخل المستشفيات بسبب عملية أو أثناء عملية الكونستراكشن والرينوفيشن. Also, don't forget about the water diseases or bacterial diseases may be transmitted from the water during construction and renovation, because the agitation or of the tubes of the water may be produced of some bacterial attached in the wall of the lines of the water may be cause severe infection by famous organism like Pseudomonas and Legionella and causing severe pneumonia named Legionnaire disease and so on. Okay. يبقى الآن وضحنا لماذا بنتدخل كمكافحة عدوى في عمل هندسي بهذا الشكل داخل المنشآت الصحية. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، هو انا بتدخل امتى؟ يعني انت عرفت دلوقتي انا بتدخل ليه كمكافحة عدوى؟ لماذا تتدخل مكافحة العدوى؟ فهمنا الاسباب لمنع العدوى سواء المكتسبة عن طريق التراب او عن طريق المية، وكذلك لمنع الاعراض البتاع اللي ممكن تنتج عن الناس اللي عندهم حساسية. واضح كده خلاص. طيب ما هو التايم اللي انا لازم اتدخل فيه؟ هل بعد ما يبدا المشروع واحنا في النص بعد ما تحصل الكارثه نبدا نتدخل؟ هنا يبقى في خطا حاصل في تطبيق الاجراءات. امال امتى انا بتدخل؟ قبل بدايه المشروع، اثناء التحضير للمشروع. يعني لما يكون في مشروع اثناء التحضير للمشروع قبل البدايه لازم يكون الانفكشن كنترول موجود عشان يحدد المعطيات اللي هنحددها مع بعض النهارده وهنتدرب عليها. خلاص؟ By English, when the infection control must be contact with the people working in the project of construction and renovation in the hospital before starting the project. After starting, this is mistake. We must share the all members of project before starting the project. This is the time of infection control
interfering with the team of project. Okay. نيجي للنقطة اللي بعدها. احنا عرفنا الوقت اللي هنتدخل فيه. طيب. مجموعة الانفكشن كنترول مع مجموعة القائمين على العمل سواء من إدارة المستشفى أو الشركة اللي هتشتغل بنسميهم إيه؟ بنسميهم الانفكشن كنترول ريسك اسيسمنت تيم. ده فريق العمل كله. طب يا دكتور ده هم مش بتوع انفكشن كنترول بس هم معنيين بتطبيق المعايير بتاعته. هذا اللي بنسميه الانفكشن كنترول ريسك اسيسمنت تيم اللي هي الإكرا. الإكرا ده هو مجموعة الانفكشن كنترول تيم بتاع الانفكشن كنترول بتاع المنشأة زائد المجموعة المشتركة في هذا الجروب، زي مثلا مدير المشروع اللي موجود في المستشفى عندك، المهندس المسؤول عن التنفيذ، كل دول ممبرز موجودين في حاجة اسمها الانفكشن كنترول ريسك اسيسمنت تيم الخاص بالكونستراكشن والرينوفيشن. ما حصلش لخبطة بين الريسك اسيسمنت بتاع الكونستراكشن والريسك اسيسمنت بتاع الانفكشن كنترول. ريسك اسيسمنت بتاع الانفكشن كنترول ده موضوع آخر وممكن نفهمه بعدين، ولكن انا بتكلم عن الانفكشن كنترول ريسك اسيسمنت في الكونستراكشن والرينوفيشن. دي نقطه مهمه جدا. طيب الاكشن بتاعهم هل يعتبر، يعني لازم تبقى فاهم هل الاكشن اللي هم هيعملوه او الريكومنديشن اللي هم هيعملوها اللي هنعرفها مع بعض بالتفصيل حاليا وخطواتها دي تعتبر برو اكتيف ولا افتر ذا بروجكت؟ يعتبر برو اكتيف، يعني خطوه استباقيه لمنع المشاكل المتوقعه، خطوة استباقية لمنع المشاكل المتوقعة. إذن أنا عايزك تفهم حاجتين، أن فريق تقييم المخاطر أثناء الهدم والبناء داخل المستشفيات وإعادة البناء داخل المستشفيات، المجموعة دي ليست الانفكشن كنترول لوحده، لا، الانفكشن كنترول والقائمين على المشروع، تمام؟ الانفكشن كنترول والقائمين على المشروع معنيين بهذا الأمر، معنيين بأن هم يكونوا في هذا الفريق المسؤول عن تحديد المخاطر. أوكي. النقطة الثانية، لابد أن تفهم أن هذه الخطوة من مميزاتها أنها خطوة برو أكتف، يعني خطوة استباقية، خلاص مش خطوة بتيجي بعد. وأنا بأكد على الموضوع ده لأن أغلب المنشآت الصحية بيبلغوا مكافحة العدوى بعد البدء في المشروع، وهنا بيبقى خطأ كبير جدا جدا. طيب by English، the infection control risk assessment team not only the staff or team of infection control but all members of the project play a role in infection control risk assessment team, like the manager of project, like the engineering responsible about this project, maintenance in the hospital. All these members are included in the infection control risk assessment team regarding the construction and renovation. And the action of this team or recommendation of this team is a proactive action before starting of the project as explained before. Don't after starting the patient. Big mistake, the infection control interfere after starting of the project, okay? What are the steps of the work of the infection control risk assessment team? ما هي خطوات عمل فريق الانفكشن كنترول ريسك اسيسمنت تيم او مكافحه العدوى لتقييم المخاطر اثناء الهدم واعاده البناء؟ الفريق ده بيقوم باربع خطوات يا شباب. الفريق ده بيعمل اربع خطوات لمنع العدوى اللي شرحناها من شويه، أو الآثار الجانبية اللي ممكن تحصل أثناء عملية البناء والهدم. أربع خطوات. خلاص؟ الخطوة الأولى هو معرفة المشروع والتدخل فيه بشكل مباشر، مش في الرسومات أو التنظيم، لا. التدخل بمعنى إن أنا عايز أعرف الوقت المتوقع لهذا المشروع قد إيه؟ حجم العمل فيه قد إيه؟ ده مهم. موقع العمل وأقرب الأقسام التابعة له، كل دي معلومات عامة مهمة جدا. الحاجة المهمة كمان اللي مش لازم ننساها، ان انا لو بعمل قسم على سبيل المثال، طيب القسم ده هيكون فيه كام غرفة عشان احدد عدد غرف العزل اللي انا محتاجة تكون موجودة. خلاص، لان احنا عندنا معيار لعدد غرف العزل. على سبيل المثال لو انا في الاي سي يو من 8 ل 10 غرف اي سي يو او اسرة اي سي يو بحتاج فيها غرفة عزل.
لو انا في وورد عادي 30 بحتاج فيهم غرفه عزل كل 30 غرفه. اذا لازم تبقى عارف حجم المشروع وموقعه عشان تحدد. النقطه الثانيه تحديد اماكن الهاند ووشنج سينك اللي اتكلم عنها الدكتور اشرف من شويه. الهاند ووشنج سينك مكانهم فين في هذه الاقسام؟ لازم تحدد. يبقى اذا ده واحد من النقاط الهامه جدا في الخطوه الاولى للفريق الموجود اللي هو الريسك اسيسمنت او الانفكشن كنترول ريسك اسيسمنت تيم. يبقى الفريق ده الخطوه الاولى بتاعته انه بيعرف حجم المشروع، موقع المشروع، مده العمل اللي موجوده عندي، وهقول لك ايه اسباب انك بتعرف المعلومات دي. والاهم هو تحديد احتياجات مكافحه العدوى في هذا القسم. على سبيل المثال مش الحصر، زي عدد الهاند ووشنج سينك، عدد غرف العزل المطلوبه. طب لو انا في العمليات، لو انا بعمل بروجكت لزياده غرف العمليات، ادي للمهندسين المعطيات المطلوبه في غرف العمليات زي البوزيتيف بريشر والتمبريتشر والهيوميديتي والاير، يعني حركه الهواء اللي بتحصل عندنا جوه الغرفه تبقى ازاي. كل دي معطيات لابد ان تعطى قبل بدايه المشروع في الخطوه الاولى اللي بنتكلم عنها. اوكي، باي انجلش ذا ستيب 1 ايدنتيفاي ذا تايب اوف ذا ورك، تايم and site of the work, duration of the work, amount of the dust production. Why? To can give the recommendation of infection control in the second and third step. Also to detect the requirement. For example, if I will start to increase the number of ICU bed, we must understand and know about the number of ICU bed to give the recommendation number of isolation bed. For example, for each 8 to 10 bed, we need one isolation or negative pressure room. Also, the sites of hand washing sink. So we must understand the project, site of project, to detect the numbers and sites of hand washing sink. This step is very important to detect the infection control requirement as explained. The second step, النقطة الثانية، لازم تعرف نوع العمل اللي هيتم في هذا البروجكت. خد بالك يعني ايه نوع العمل، وانا عاملها لك في صورة واضحة جدا، ركزوا كده في الصورة معانا في الشات تفهم يعني ايه نوع العمل. يبقى اذا الخطوة الاولى انا عرفت معلومات عامة عن البروجكت، اطلعت على المخطط بتاعه، عدد الغرف اللي هتزيد، مكانها، الاماكن القريبه منها، كويس جدا. كل دي معلومات عامه، وحطيت الانفكشن كنترول ريكويرمنت من حيث الاساسيات في البناء، يعني زي الهاند ووشنج سينك، عدد غرف العزل، دي نقطه. نيجي هنا داخل البروجكت نفسه بقى، نوع العمل اللي انتوا هتقوموا بيه، العمل الهندسي اللي هتقوموا بيه هو ايه؟ فقسم الى اربع اقسام، تايب A وتايب B وتايب C وتايب D. يبقى عندي اربع انواع من الاعمال، اعاده البناء والهدم واعاده والترميم داخل منشات الصحيه، عندي اربعه. لو كان مجرد رفع مقاسات، يعني انا بس هرفع المقاسات اللي موجوده للغرفه، طول الغرفه وعرضها واخد المقاسات وما الى ذلك، واعمل نظره عامه لمثلا الاسقف اللي موجوده عندي في الغرفه، يعني مجرد اني هعمل انسبكشن زي ما بيقولوا، او مجرد اني هعمل دهان، يعني هدهن بس الغرفه او هدهن المكان ده مجرد دهان سطحي من بره بدون تكسير بدون دست برودكشن، بدون غبار هيتم في هذا المكان. يبقى انا كده في تايب A في الليفل الاول او النوع الاول من الاعمال. خلاص. طيب لو انت هتركب وصلات زي وصلات التليفون والكمبيوتر وهيبقى في دريلينج، يعني هيبقى في تكسير بسيط او يعني بعض الفتحات في الحوائط وكده، هينتج عنها كميه بسيطه من الغبار، بس هينتج عنها كميه ولكن بسيطه. يبقى انت كده في النوع بي، في تايب بي، سمول سكيل او شورت اكتيفيتي. خلاص. اند كرييت مينيمال داست. لكن لو انت هتكسر، سواء هتكسر بلاط او هتكسر سقف
او هتكسر حوائط وتعيد بنائها مره اخرى، يبقى انت كده بتتكلم في تايب سي. انت كده بتتكلم في تايب سي لكن في نفس المكان. اما لو هتهدم هدم كامل، يعني هتهدم مثلا مبنى وترجع بناؤه مره ثانيه، يبقى انت كده في تايب دي. اذا الخطوه الثانيه بعد زي ما قلت لكم عرفنا المخطط وحطينا بعض التوصيات الخاصه زي عدد غرف العزل وبتاع، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه معرفه مستوى العمل. خدوا بالكم مستوى العمل. طيب قسمت مستويات العمل الى كم قسم؟ الى اربع اقسام، A وB وC وD. سهلين خالص. اذا انا هرفع مقاسات ومجرد او هعمل دهان فقط للمنطقه، يبقى ده يسمى تايب A. اذا هعمل وصلات سواء وصلات تليفون او انترنت او كمبيوتر او ما الى ذلك، يبقى في الحاله ديت في سمول دريلينج، يعني فتحات هتحصل في الحيطه، يبقى انا كده في تايب B. الصوت واضح يا شباب؟ اكتبوا لي في الشات كده الصوت واضح، لان في بعض الناس بيقولوا ان الصوت فيه مشكله، فارجو ان الزملاء يقولوا لي اللي سامعين اذا كان الصوت واضح او لا. ممتاز ممتاز. طيب اذا نحن في الخطوه الثانيه عرفنا مستوى العمل. ممتاز. مستوى العمل زي ما قلنا اذا كان مجرد دهان او رفع مقاسات يبقى النوع الاول. اذا كان في فتحات بسيطه هينتج عنها كميه قليله من الغبار، يبقى انا في المستوى الثاني. لو انا عندي تكسير ارضيات وحوائط واعاده بنائها، يبقى انا في المستوى الثالث. لو عندي هدم كامل لمبنى واعاده بنائه من الاول، يبقى انا كده في المستوى الاخير. هشرح النقطه دي بالانجلش وبعدين نكمل النقطه اللي بعدها او الخطوه الثالثه، وعايزكم تبقوا مركزين. الموضوع ترى ما هو صعب، عشان بس محدش يتخيل الموضوع صعب. موضوع بسيط، وممكن السلايدز دي تاخدها معاك جايد، وموجوده في كل الريفرنس تقدر تطلع عليها اثناء العمل، مش بالضروره انك تحفظها. باي انجلش، ذا سكند ستيب افتر نون اباوت ذا بروجكت اند جيف ذا مين ريكومنديشن ريجاردنج ذا نمبر اوف ايزوليشن روم اند نمبر اوف هاند واشينج سينك، سكند وي ماست اندرستاند ذا تايب of activity, type of activity, and we have four type of activity. If the activity just inspection and take the measures of the room and also making the painting only, this is the type A. Okay, but if I will make a connections and this connections need some drilling in the wall and the product minimal dust, minimal amount of dust, this is type P. If I will destruct the ground and change the ground by new one and dust, high amount of dust product, this is type C. And type D is large project like destruct one building and make a new one. This is type D. So the second step, we must understand the type of the project or type of action, type A, type B, type C, and type D. And you can understand what is the action and look to this picture to can detect the type of construction and renovation. Okay. Then after understand the type, الخطوه اللي بعدها يا شباب ان احنا نعرف موقع العمل اللي احنا قلناه في الاول، بس هنا هنعرفه بشكل اخر. هنعرف موقع العمل من حيث خطورته على المريض. لا ركز كده، احنا في المره الاولى عرفنا موقع العمل كعنوان، يعني مثلا هنشتغل في الاي سي يو، هنشتغل في الامرجنسي روم، في الاي في الطوارئ يعني. طيب ده مكان. المكان ده بقى النقطه هنا في النقطه رقم ثلاثه، مدى خطورته على المرضى. يوم واحد يسالني يقول لي يعني ايه يا دكتور خطورته على المرضى؟ ما فهمتش دي. يعني من الاخر كده، نوعيه المرضى الموجودين في هذا المكان ونوعيه الموظفين اللي موجودين في هذا المكان اللي هيتم فيه الترميم واعاده البناء. يعني خلينا ناخد امثله. لو انا هشتغل على تعديل مكاتب الموظفين بتوع الاتش ار، طيب هل الاتش ار في مرضى مناعتهم ضعيفة
أو طويلي إقامة أو عندهم أمراض مزمنة قد يتعرضوا للخطر؟ لا طبعا، دول موظفين غالبا أصحاء إلى حد كبير، والموضوع في مكاتب بعيدة عن المرضى، موقعها نفسه بعيد عن المرضى، وبالتالي أقول هذا البروجكت لو ريسك، قليل الخطورة. قليل الخطورة من حيث إيه؟ من حيث الناس اللي موجودين في هذا المكان. خدوا بالكم من النقطة دي. احنا فهمنا الأول نوع العمل، دي الخطوة رقم 2. خطوة رقم 3، طيب الخطورة حسب مكان العمل، حسب مكان العمل. بمعنى ايه الخطورة؟ يعني نوع المرضى اللي موجودين في المكان اللي انت، او القريبين من المكان اللي انت بتعمل فيه البروجكت بتاعك، بتاع الكونستراكشن. طيب خدنا مثال، لو انا عندي ناس بتشتغل في، هنعمل بروجكت في توسيع المكاتب او تغييرها او حتى الدهان فيها، يبقى انا كده بشتغل لو ريسك، في منطقة قليلة الخطورة. طيب لو انا بشتغل في قسم القلب او قسم المناظير، مناظير الجهاز الهضمي، خلاص، او الفيزيكال ثيرابي بتاع الريهابيليتيشن، بتاع التاهيل الطبي، او في قسم الراديولوجي، يبقى انا كده في ايه اللي هو الاشعه، يبقى انا كده في المستوى المتوسط. في مرضى، ولكن مرضى مترددين على القسم، مش مرضى منومين عندهم مشكله مناعيه او غيره، يبقى انا كده في الميديوم ريسك. خلاص، طب لو انا دكتور هعمل البروجكت ده في السي سي يو، في العنايه بتاعه القلب، او في في المختبر، او في النيو بورن نيرسري اللي هو الحضانه، بس مش الحضانه بتاعه الاطفال المبتسرين، لا، الحضانه اللي هي بيستقبل فيها الاطفال المولودين، اللي هم مولودين كاملين الولاده ما عندهمش مشكله، بيستقبلوا في مكان اقل شويه من العنايات بتاعه المبتسرين. خلاص، الصيدليه ده نسميه هاي ريسك. طب الهايست ريسك مكان زي عياده، زي اسف، قسم الاورام، قسم تنويم الاورام، مرضى الاورام، ده مكان خطير جدا. طيب ايه رايكم في البروتكتيف انفايرمنت؟ ما عرفش تعرفوها ولا لا، اللي هي غرف الحمايه اللي بيقيم فيها المرضى ما بعد زراعه النخاع. لا، ده الموضوع كده فيها في مشكله خطيره. طيب الكاث لاب اللي هو غرفة العمليات بتاعة القلب اللي بيسووا فيها القسطرة، الاي سي يو، الان اي سي يو، النيونيتال اي سي يو اللي هو اطفال، اللي هي عناية الاطفال المبتسرين، دي تبقى هاي ستريسك. خلاص، يبقى عشان محدش يتوه منا يا شباب، احنا خدنا معلومات عامة وحطينا توصيات عامة في الخطوة الاولى، وبعدين الخطوة الثانية عرفنا نوع العمل اللي هيتم، وقسمنا الانواع الى 4 انواع حسب نوع العمل. الخطوة الثالثة، الموقع اللي هيتم فيه العمل، او بس ركزوا في الحته دي، مش الموقع اللي هيتم فيه العمل بس، وما حوله، القريبين من المكان. يعني انت ممكن تكون بتعمل مكاتب ولكن القريب منك العنايه المركزه، يبقى انت كده هايست ريسك. شوف، رغم انك بتشتغل في مكاتب وبتعمل توسعه في المكاتب، ولكنك بتشتغل في مكاتب داخل الاي سي يو او بجانب الاي سي يو، يبقى انت كده هايست ريسك. ركزوا في اللي انا بقوله ده كويس، لان النقطه دي هامه جدا عشان ما حدش يفهم غلط. مش بس الموقع اللي انت بتعمل فيه، نوع المرضى اللي فيه، لا، القريب منك ايه. يعني انت ممكن تكون بتشتغل في المختبر، ده هاي ريسك، بس المختبر قريب من السي اس اس دي، يبقى انا كده ممكن اخش، او قريب من الاو ار. طبعا ده مش بيحصل في الدور الارض، بس لو هنفترض ان في مبنى قديم او حاجه، يبقى في الحاله ديت انت بتوصل لريسك اعلى. المناظير مثلا تكون جنب العمليات، يبقى انت بتوصل لريسك اعلى، الريسك بتاعك بيعلى، ما بيبقاش ميديم، يبقى هاي ريسك، وهكذا. واضحه النقطه ديت؟ اشرحها بالانجلش وبعدين نكمل. باي انجلش، ذا ثيرد ستيب، وي ماست اندرستاند ذا سايت اوف بروجكت اكوردنج ذا تايب اوف بيشنت انسايد ذيس سايت اند نيرست تو ذا سايت. This is very important step. For example, I need to make a project of increase the size of the office room. But this office away from emergency, away from outside the hospital in the nearest building. This is low risk. Okay? If I will make a project inside the cardiology department, or physical therapy department, radiological department, all this department is medium risk.
But if I will make a project inside the CCU, ER, lab, newborn nursery, outpatient surgery, all this unit is high risk. But if the project in ICU, in the ICU and like this, cardiac cath lab, this is highest risk, but take care. Sometime I will make a project for the office inside the ICU. So I am highest risk. So you must understand this point, please. Okay, so I will ask the third question about the site of project. When ask this question, you must be understand what is the site of project, what the surface production in this site, and the nearest department to the site of project. And I am give many examples. Clear this point? طيب. النقطة الأخيرة. أنت دلوقتي عرفت نوع العمل أو مستوى العمل بتاع البروجكت اللي عندك. وعرفت المكان أو الموقع اللي هيتم فيه العمل. خلاص؟ ممتاز. الخطوة اللي بعدها إيه؟ تحديد مستوى الخطورة. الخطورة من حيث العدوى يعني. يعني بمعنى خلينا ناخد مثال عشان نفهم الموضوع بشكل أكبر. لو أنا بعمل توسعة في مكاتب الـ HR وموقع هذه المكاتب بعيد تماما عن أقسام التنويم في المستشفى. شوف كده اللي هو نوع ونوع العمل هيتم بينتينج يعني عمل دهان بس للمكاتب. يبقى إذن مستوى العمل كان طيب إيه؟ ومدى الخطورة لو ريسك يبقى الجريد اوف ريسك جريد 1 معدل الخطورة هيبقى معدل بسيط فيري لو ريسك خلاص؟ طيب تعالوا ناخد مثال تاني لو انا هعمل توصيلات والتوصيلات دي هتتم توصيلات تليفون او توصيلات انترنت للكمبيوتر والتوصيلات دي هتتم في قسم الراديولوجي خدوا بالك في قسم الراديولوجي يبقى انا دلوقتي بشتغل توصيلات يبقى تايب بي كنوع عمل انا تايب بي لو رجعنا للصور اللي فاتت هنلاقي التوصيلات تايب بي واضحه اهي التوصيلات تايب بي كويس طيب والراديولوجي الراديولوجي ميديوم ريسك خلاص اذا انا محتاج معدل او الخطوره اللي عندي هي خطوره رقم 2 ولها اجراءات مكافحه عدوى محدده ده بيسموه الماتريكس زي ما بيقول زميل زي ما بتقول زميلتنا الاخت اماني بتقول يعني يا دكتور لازم يكون في توافق بين مستوى الخطوره ومدى الخطوره وموقع العمل ايوه وبناء على هذا الموضوع في ماتريكس في خريطه في معطيات لمكافحه العدوى او يعني معايير لمكافحه العدوى على حسب المستوى وخدنا امثله طب خد مثال كمان يا دكتور انا والله هشتغل في السي سي يو يبقى انا كده شغال هشتغل في السي سي يو ايه هعمل تكسير للارضيات واعاد طب تكسير الارضيات يبقى انا بشتغل تايب سي الاي سي يو يعتبر هاي ريسك بصوا كده احنا رحنا فين يبقى انا كده في المستوى الثالث من الخطوره شوف طب يا دكتور هو انا مطلوب مني نحفظ الجدول ده لا خالص مش مطلوب منك تحفظ الجدول ده انا هفاجئك ان في ورقه موجوده في كل المستشفيات وموجوده حتى وزاره الصحه السعوديه عاملاها وكذلك السي دي سي انت بتعمل ايه تمشي على الخطوات اللي انا قلت لك عليها تحديد نوع العمل ومن ثم تحديد الخطوره وبعدين توصل الاثنين ببعض توصل هنا للجدول ده فتحدد معطيات مكافحه العدوى او مستوى مكافحه العدوى اللي انت محتاجه خلاص طب وبعدين يا دكتور بعد ما اعرف المستوى اهو الحمد لله كل مستوى او كل كلاس من المستويات اللي احنا قلنا عليها سواء كلاس 1 او كلاس 2 او 3 او 4 عندي معطيات اساسيه لمكافحه العدوى يجب اتباعها. خلاص؟ تاني يا دكتور الجزء ده عشان ما ننتوش بس او نتخيل الموضوع صعب. الموضوع بيبقى موجود اوريدي كل الكلام اللي انا بقوله لكم ده موجود في مخطط بيتم الاتفاق عليه قبل البدايه في المشروع. المخطط ده بيشمل ايه؟ نوع العمل اللي هيتم سواء كان كبير وسط صغير زي ما قلنا الانواع دي وبعدين موقع العمل من حيث الخطوره على المريض خلاص سواء نوع المرضى اللي بينوموا في هذا القسم او
القريبين منه. خلاص؟ وبعدين نوصل الاثنين ببعض، فنقدر نوصل من خلال هذا الجدول، والجدول ده معتمد عالميا بالمناسبه، من خلال هذا الجدول مستوى مكافحه العدوى او معايير مكافحه العدوى المفروض تطبيقها على حسب البروجكت اللي عندنا. في طبعا زملاء بيدوا امثله. في زملاء بيدوا امثله. الزملاء اللي بيدوا امثله دول بيقولوا مثلا لو انا هعمل بروجكت قريب من الاو ار من العمليات، خلينا نمشي مع بعض. خلاص؟ قريب من الاو ار، ونوع هذا البروجكت ان انا هعمل اكتيفيتي هيطلع فيها كميه تراب كتير، يعني في تكسير واعاده بناء. في تراب كتير اللي هو تايب سي. طيب فين قلنا؟ في الاو ار. طب خلينا نشوف الاو ار كده مكانها فين هنا؟ انا مش حافظ، انا على فكره مش حافظ، انا معاكم. اهو الاو ار اهو في الهايست ريسك. تعالوا بقى نخش على الجدول اللي بعده ونشوف كده تطبيق عملي. بص انت بتعمل تايب سي في الهايست ريسك صح؟ يبقى انت في جريد 3 او 4. يبقى فعلا المثال اللي قالته الزميله اللي معانا في الشات صحيح 100%. انا كده محتاج مستوى معايير مكافحه العدوى المستوى الثالث او الرابع، اللي هي اقصى معايير مكافحه العدوى اثناء هذا البروجكت. شفت الفكره ازاي؟ سهله جدا، ما فيش فيها اي مشكله. حدد مستوى العمل، موقع العمل، وكل ده ما تحفظوش، قدامك موجود على الصور اللي موجوده على فكره الصور دي معتمده عالميا وموجوده في كل البيبرز وورك اللي موجود في الانفكشن كنترول، وبناء عليه هتحدد مستوى الانفكشن كنترول المطلوب زي ما انت شايف كده. خلاص؟ وده اللي بنسميه الماتريكس، اللي هو اللي بنحدد منه مستوى العمل ومعايير مكافحه العدوى المطلوب. هقول الكلام ده بالانجلش وبعدين نكمل ونتكلم عن بعض تفاصيل وناخد مثال او اثنين واقول لكم الخطوه الاخيره بقى رقم. The third step. We must understand the level of infection control requirement for this project. How to detect the level? I have four classes of infection control requirement during the construction and renovation detected by CDC and all the world is implemented regarding these classes. How to detect the class of infection control requirement for each project. Number one, you must understand the type of project. For example, painting. Painting is type A. As I remember, the painting is type A. Okay. Inside the office away from the risk area. Type A and low risk group. This is mean I need the class one of infection control requirement. Okay, another example. I will make the project inside the OR. And the type of action will be a product of moderate to high dust. For example, I will destruct the ground and replace it by new one. This is product high or moderate dust. So type of action is C and site of risk is highest risk. Here, type C and the highest risk need class three or class four of infection control requirement, lower higher infection control requirement for this area. Okay, so this is very easy. You must understand the type of project, site of project according the risk and detect the class of infection control requirement for this project by matrix sheet. This one is named matrix sheet. Okay, then give the recommendation of infection control already present and written inside the sheet. Okay, واضح كده يا شباب؟ طيب عملنا كل النقاط دي، يعني حددنا نوع العمل وموقع العمل ومستوى مكافحة العدوى اللي هيتم تطبيقه أثناء هذا العمل. خلاص؟ طيب أضمن منين إن هو هيطبق؟ أو أضمن منين إن أنا كل اللي عملته ده الشباب اللي هيشتغلوا في البروجكت، العمال اللي هيشتغلوا في البروجكت والمهندسين عندهم خبر عنه. هو احنا بنثبت شغلنا في مكافحه العدوى اغلبه ازاي؟ بالدوكيومنتيشن، بالكتابه،
يبقى الخطوه الرابعه انك تعمل دوكيومنتيشن. طب يا دكتور انا هعمل الدوكيومنتيشن ازاي؟ كل اللي انا شرحته لك من شويه موجود في شيت بيسمى الكنترول ورك بيرميت اور شيت، الشيت اللي هو الماتريكس شيت يعني. بص على شكله كده اهو، ده الماتريكس شيت، بتكتب فيه اسم البروجكت وموقع العمل والمسؤول عن العمل والوقت المتوقع، كل ده كلام عادي. وبعدين بتحدد فيه مستوى العمل، شوف هو كاتبه لك اهو، شايف هو كاتب المستوى بتاع العمل اهو كاتبه قدامك. وبعدين موقع العمل من حيث الريسك، وفي شيتات تانية طبعا بيبقى مكتوب فيها اللو ريسك ايه والميديوم ريسك ايه والهاي ريسك ايه والهايست ريسك ايه. خلاص، يبقى بتحدد مثلا هنفترض ان احنا هنعمل انسبكشن، هناخد مقاسات في الاوفيس، يبقى انا هنا هشتغل طيب ايه لو ريسك، يبقى انا هحتاج ايه في الانفكشن كنترول، هحتاج كلاس 1، اعلم على كلاس 1، وبعدين اكتب تحت الديت والاسم ووقع ويوقع مدير المشروع ومدير المستشفى. يبقى كده انت التوصيات بتاعتك اصبحت واضحه، وبعدين تدرب الناس عليه بقى، يعني تدرب الناس على التوصيات بتاعت الانفكشن كنترول. يبقى انت كده عملت شغلك كامل مكون، بعد كده تشرف عليهم طبعا. واضحه الصوره؟ ده الاكشن اللي المفروض يتبع اثناء العمل على مثل هذه الخطوات. خليني بس اشرح النقطه الاخيره بالانجلش وبعدين نبدا نفتح ناخد مثال واسالكم انتوا وانتوا اللي تردوا، وانا هبقى فاتح السلايد بس واسالكم كده ايه الحاجات اللي هتعملوها، وبعدين نبدا نفتح الباب للاسئله. طيب، the last step after detect the class of infection control requirement you must be document your work in infection control. Usually the documentation is the very important step. You can make many actions and many project inside the hospital without documentation cannot be follow the action of this project. So the last step of ICRA is documentation. How to document? We have infection control work permit sheet. This is the shape or content of this sheet. Location of construction, project coordinator, supervisor, the date of starting, the expected duration, numbers, telephone numbers, and then the step two, detect the type of action or activity, then the risk and class of infection control requirement. Then after that, the head of project must be signature and head of infection control department and the medical director or hospital director must be signature, and you must save one copy in your office. Again, the last step, document your action. How to document? By using the infection control permit work sheet. This is one of permit sheet. Okay, and this is the requirement of the sheet. Detect the activity, type of activity, risk or site of activity, and the level or class of infection control requirement for this project. Then all author must be signature in this sheet. Hospital director, manager of project, engineering, head of engineering in this project, and infection control head of department. Okay, and take one copy in your office, and then follow training the working staff in this project about the infection control requirement and follow up. Okay, this is the infection control risk assessment in construction and renovation. يا شباب، كل اللي انا قلته ده يلخص فيما يلي. الخطوة الاولانية اني لابد ان اكون منضم لفريق عمل اي تطوير
إنشائي داخل المستشفى أيا كان مستواه من قبل بدء المشروع. دي واحدة من أهم المسج اللي ممكن تطلع منها في هذه المحاضرة، لأن كل الباقي أنت ممكن موجود عندك الشيت وبتغش منه، الموضوع أسهل ما يكون. ولكن الفكرة هي إيصال أن مكافحة العدوى لابد أن تتدخل في أي مشروع إنشائي منذ بدايته، أو قبل، آسف، قبل بدايته، قبل البدء في العمل. لازم الإدارة بتاعت المستشفى بتاعتك تعرف هذه المعلومة ويتم التأكيد عليه أياً كان مستوى العمل، أياً كان مستوى العمل. وإذا سئلت، إذا سئلت طيب يا دكتور أنا ليه بتدخل، أنا ليه بتدخل، هتقول له السبب زي ما قلنا في الأول، عشان أمنع عدوات ممكن تؤدي إلى وفاة المرضى، دي حاجة، وأمنع زيادة الحساسية اللي ممكن تحصل لي في الصدر، ووريهم كمان إن في خطورة ممكن تحصل في المياه المستخدمة داخل المستشفى نتيجة هذا البروجكت. فأنا لازم أتدخل من بداية الموضوع لتوضيح معايير مكافحة العدوى المطلوب تنفيذها في هذا المشروع، ومن ثم نبدأ بقى الخطوة الأولى، معرفة النشاط اللي هيتم نوعه إيه، موقعه فين من حيث الخطورة على المرضى، ومن ثم تحديد معايير مكافحة العدوى أو مستوى معايير مكافحة العدوى اللي هيتم تطبيقها، ومن ثم توقيع هذا الأمر أو الدوكيومنتيشن أو كتابة هذا الموضوع على الشيت اللي قدامكم ده، وبعدين أبدأ أدرب الناس على معطيات مكافحة العدوى المطلوبة ومتابعتها أثناء العمل لحين تسليم الموقع، لحين تسليم الموقع. واضح يا شباب فكرة الإكرا أو الانفكشن كنترول ريسك اسسمنت تيم؟ واضح العمل ده؟ ردوا عليا في الشات عشان أبدأ أسأل، لأني هعمل حاليا سؤال سريع كده وأشوف هتعملوا معايا إيه، وبعدين نبدأ نفتح الباب لأسئلتكم. Clear for all. I will ask now. خلينا نعمل تدريب صغير على الموضوع اللي خدناه النهاردة كده، وأنا فاتح الصور كده، خلينا نعمل تدريب صغير، هقوله بالعربي وبعدين بالإنجليزي. طيب، في مشروع لعمل توصيلات خاصة بالإنترنت داخل قسم العناية المركزة. تاني، هنعمل توصيلات للإنترنت داخل قسم العناية المركزة. أقول البروجكت بالإنجليش وبعدين نكمل. Now I will ask about one project. One project aim to make the connections of internet inside the ICU in the hospital. Again, my project is preparation to making the computer cabling for ICU department or inside the ICU department. Okay, what is the type of risk according this matrix classification? The type of action, number one, you must ask by the step. Number one, what is the type of action? نرجع كده. Type of action, computer cabling. يبقى الطيب ايه؟ P. كويس. Then, the risk of department. ICU. يبقى highest risk. انا مش عايزك تحفظ. بالمناسبة مش عايزك تحفظ. ما حدش يحفظ. عشان كده انا فتح السلايد. لان السلايد دي موجودة قدامك على الورق الموجود. يبقى انا هنا هعمل computer cabling. يبقى ده طيب B. طيب. والICU highest risk، يبقى نروح لطيب B وننزل على highest risk، هنلاقي class of infection control requirement زي ما قالوا معظم الزملاء high risk classification class 3. طيب 2، طيب B يعني highest risk، very good، خلاص all answers is good. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ طيب الانفكشن كنترول هقراها، اشوف بقى الانفكشن كنترول مطلوبه مني ايه. طبعا عشان اشرح لكم الانفكشن كنترول المطلوبه ده موضوع تاني، يعني ممكن تبقى فيه محاضره اخرى، بس من اهم الحاجات اللي لازم تاخد بالك ان الهدف الرئيسي
هو الدست اند ديبري كنترول، هو تقليل ومنع وصول الغبار والتراب للمرضى والعاملين والممارسين الصحيين، عشان بس تبقى الموضوع واضح بالنسبه لك. خلاص. وتجنب الاهتزاز القوي لمواسير المياه الا اذا تم فصل المنطقه اللي بيتم العمل فيه، والافضل بيتم الفصل لان ما فيش ما يضمن عدم اهتزاز المواسير. فانا بعمل فصل، قطع وفصل للميه في المنطقه اللي بيتم فيها العمل. خلاص. وبعد الانتهاء ده، انا بقول لك باختصار، بقول لك معايير مكافحه عدوى باختصار، بعد الانتهاء من العمل هو انك تعمل environmental cleaning و disinfection بشكل صحيح. ومن ثم اذا كان المكان خطير، بعد ما بينتهي التنظيف والتطهير يتم عمل مزارع للتاكد من خلو الغرفه من اعداد كبيره من الميكروبات قد تؤدي الى العدوى. ده باختصار، ده باختصار الانفكشن كنترول ريكويرمنت في حاجه زي كلاس 3، لان اغلب البروجكت اللي بتتم داخل المستشفيات تبقى كلاس 3 اغلبها. واضح الموضوع ببساطه؟ يبقى كده الموضوع ببساطه ان انا عندي مع انفكشن كنترول معايير معينه، بس عشان تضمن، عشان تضمن ان الدست ما يوصلش لها بقى خطوات جواها، الفصل بشكل، فصل منطقه العمل بشكل صحيح، تدريب العاملين ان هم ما يخرجوش بالملابس المليئه بالتراب وما يمشوش وسط الاماكن اللي فيها مرضى، يكون لهم خط سير محدد. كل دي بقى حاجه ثانيه. انك تخلي المنطقه بتاعه العمل نيجاتيف بريشر، هيبقى في حاجه اسمها سكشن فان او مروحه سحب تسحب الهواء بره الموقع بتاع العمل. ده لو انا هدخل في التفاصيل، بس انا بديك فكره عامه. بس هو الهدف النهارده ان احنا نعرف الاكرا ايه هي ووظيفتها ايه، لكن تفاصيل مكافحه العدوى ده موضوع اخر. تمام. في انا خلصت شرح، اشوف الاسئله. طيب now any question I am ready. اي سؤال يا شباب انا معاك. في سؤال بيقول في واحد سأل سؤال، في واحد سأل سؤال مهم جدا، قال اذا انا if there is type of construction outside the hospital or drilling but the type is D، يعني هيكسر مبنى كامل جنب المكان بتاع التنوين بتاع المستشفى، جنب بعيد يعني عن الموقع، مبنى يعني مثلا عيادات الاسنان في مبنى منفصل، هيتم تكسير المبنى ده واعاده بناء، فتتوقف خدمه الاسنان، بس المبنى ده بعيد عن مواقع التنوين في المستشفى ولكن قريب من الشارع. مع مكافحه العدوى، اه طبعا مكافحه العدوى لها تفاصيل. ليه مكافحه العدوى لها تفاصيل؟ ما تخافش، ما يخص الشارع البيئه ومنظمات اخرى تتدخل فيه وهتقول للمستشفى المعايير المطلوبه، لكن انا بتكلم عن نوع العمل اللي هيتم انت ليك دور فيه، زي تحديد غرف عزل. لو 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 عيادات اسنان هتحدد المعطيات اللي انت محتاجها في عيادات الاسنان، زي الهاند ووشنج سينك، دي معطيات انت محتاجها في عيادات الاسنان. طيب لو عيادات الاسنان دي هيعمل فيها غرفه عمليات للعمليات الصغرى في الاسنان مثلا، يبقى انت محتاج معايير غرفه العمليات في الاسنان. فاهمين قصدي ايه؟ طيب في زميل تاني طلب ريجارد، بس خلينا نرد على السؤال اللي هو اللي انا قلته ده، انا رديت عليه بالعربي ارد عليه بالانجلش. باي انجلش وين ذا تايب اوف كونستراكشن تايب دي اوت سايد ذا اريا اوف بيشنت انسايد ذا هوسبيتال وي ماست بي انترفير وذ ذا انفكشن كنترول بيكوز ميبي ذس this building, the new building, will be give surface for the patient, like dental clinics. The infection control need to detect the site of hand washing. But if the project type D outside the hospital and only for building new building for offices, the infection control will have limited rule, just ensure the dust not arrive to the area of the hospital or department of the hospital. طبعا ممكن تحصلوا على المحاضره بكل سهوله، الاخت اشواق الله يبارك فيها ممكن تديها لكم، مفيش مشكله. في زميل تاني بيسال عن environmental culture in the positive pressure area only after construction from air opening in the positive pressure and negative pressure and normal pressure. If the project done in area like ER or ICU or dialysis department,
after finish, you must be take the environmental culture from the opening of air condition and from the ground and wall to ensure the clean after cleaning and disinfection. After cleaning and disinfection. Okay, to ensure that this area is protected from the infection. Clear? أنا والله معلي صوتي خالص فمش عارف ليه الناس في بعض الناس بتقول الصوت مش واضح بس أنا معلي صوتي على الآخر. طيب. شكرا. في سؤال تاني يا شباب؟ شكرا دكتور. Thank you for doctor for your presentation. It's excellent and it's more very helpful. صراحة استفدنا منك يا دكتور وكانت المحاضرة جدا رائعة بأمثلة وتطبيق فشكرا لك على تقديمك الرائع صراحة. شكرا جزيلا أختي. الآن بيكون عندنا بإذن الله بيكون عندنا بيكون عندنا بريك مدة 10 دقائق. الله يرضى عليكم لا تنسون البوست تيست ضروري لازم تحلونه. يعطيكم العافية. شكرا دكتور.
Assalamu alaikum. Next speaker, Ms. Iman. She has a bachelor degree of nursing, master of infection disease control and epidemiology, Australia, member of outbreak RRT team, member GDIBC MOH. Talk about infection control requirements of negative pressure isolation room. Welcome, Iman. هلا شواق، اديك العافيه. تسمحي لي اعمل شيرنج؟ تفضلي. السكرين، الشاشه واضحه؟ طب واضحه الشاشه؟ إيه ممتازة، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يديكم العافية. Welcome everybody. Today we'll talk about the airborne infection isolation room requirement and construction. First of all, we'll talk about the guideline. We have an introduction, and then we'll talk about the several definition about the isolation room. Then we'll talk about the type of isolation room, the isolation room requiring construction and maintenance, indication of use to isolation room, and precaution must be followed in isolation room. حنتكلم اليوم عن غرف العزل والمتطلبات المواجهة توفرها في غرف العزل. أول حاجة عندنا بناخذ فكرة عامة عن غرف العزل، بعد كده تعريف عن أنواع غرف العزل غرف وأنواعها، بعد كده حنتكلم عن الريكويرمنت اللي هي متطلبات غرف العزل او الاشتراطات المتوفره في غرف العزل. ذن حنتكلم عن الانديكيشن اللي هو اسباب استخدام غرف العزل ولماذا. اخر حاجه حنتكلم عن اللي هي البروكوشن ماست بي فولود اللي هي الاحتياطات الواجب اتخاذها في غرف العزل، وغالبا يدي العافيه دكتور اشرف اتكلم عنها. في الانترودكشن اول حاجه عندنا what when and why and so. what اللي هي ايش هي؟ negative pressure room isolation room are for, used for patient who require airborne or droplet nuclei isolation. فاحنا عندنا ايش هي؟ هي نوعين، عندنا negative pressure room وعندنا isolation room. الهدف منها انها تستخدم للمرضى اما ان يكونوا الايربورن or droplet disease or contact disease depend to the situation of patient will use the room. When the patient is diagnosed to have measles, varicella or zoster's, chickenpox, legionella tuberculosis. متى استخدمها؟ بالذات اذا تكلمنا عن نوع معين اللي هو الايربورن ايزوليشن روم، تستخدمه إلا في حالة المرضى إلا عنده مشخصين إنهم عندهم airborne disease، مثلا عندنا التي بي، الميزلز والفيرسيلا الأشياء اللي هي الشيكين بوكس. واي ليش نحن نحط نعزل المرضى في العزل اللي هي النيجاتيف بريشر روم؟ to reduce the risk of infection by airborne transmission to other person. لحماية الموظفين وحماية المراجعين وحماية المرضى الآخرين من انتقال المرض لهم. Finally, negative pressure room can also be known as airborne infection isolation room or infectious room. يعني بمعنى إن اسمها negative pressure rooms، هذا كان الاسم الشائع لها negative pressure، ولكن برضو لها كتعريف آخر إن هي Airborne Infection Isolation Room، بمعنى إنها محددة فقط للاستخدام للمرضى المصابين بمرض Airborne. هنا هي بعض الديفينيشنز اللي نحتاج نعرفها. Isolation Room إن هي a specially constructed area in hospital designed to prevent transmission of infection to the patient or staff or other patient. لما نتكلم عن غرفة عزل in general بدون ما نحدد سواء هي كانت healthcare negative pressure rooms or single rooms، فهي غرفة يتم فيها عزل المرضى أو بقاء المرضى فيها
انتشار العدوى سواء كانت من المريض لمريض آخر أو من المريض للهيث كير وكر. كما تفضلوا الزملاء الكرام إنه لها special precaution they should be implemented to prevent transmission of infectious اللي هو hospital acquired infection. Air exchange per hour, هنسمع هذا المصطلح, is a measure of how many times the air within a defined space, a room, is replaced. بمعنى هي الair exchange اللي هو نسبة تغيير الهواء في الغرفة هي عبارة عن قياس عن جريان الهواء في الغرفة اللي هو نسبة تغيير الهواء في الغرفة الداخل والخارج اللي احنا نسميها الair circling اللي هو تغيير الهواء. Heating, ventilation, and air condition is the technology of indoor vehicular environment comfort. Heating, ventilation, زي ما عارفين اللي هو وجود المكيفات الهوائية, وجود المراوح, وجود الشفاطات الهوائية في المنشآت الصحية أو في الغرف. هذه تقلل أو إنها تحسن من طبيعة الانفايرومنت سواء في تنقية الهواء, في تنظيف الهواء, في برودته, في تقليل درجة الحرارة. نجي للمين توبيك اللي هنتكلم عنها. Topic is airborne infection isolation room. The definitions of air of air. A single patient's room that is equipped with special air handling and ventilation capacity that meet Institute of Artificial Facility Guideline Institute Standards. بمعنى هي غرف العزل الأمراض الهوائية هي عبارة عن single patient rooms, يعني غرفة خاصة بمريض, إما تكون كيوبيك تمام, أو غالباً حالياً في الاشتراطات الخاصة فيها إنها تكون غرفة كيوبيك لها اشتراطات خاصة فيها special equipment special patient تمام, فيها special air handling اللي هو سواء فيها نسبة ضغط الهواء تختلف سواء كان إيجابي أو غالباً هنا الـ airborne infection isolation سواء كان إيجابي أو كان سلبي, حنتكلم عن هذا الموضوع لتميت اللي هي special criteria اللي هي زي ما قلنا منها الـ patient اللي هي إيش safety. طب الـ indication to use an airborne infection isolation room used to isolate patients with suspect or confirm airborne disease. من اسمها airborne that only the disease with airborne that one TB, measles and varicella. هنا عندنا ثلاثة منظمات عالمية تعمل على صحة العاملين بحفاظهم وعمل instruction خاص لهم حفاظ على صحة العاملين. عندنا وزارة الصحة مطبقة اشتراطات تقريباً غرف العزل في جميع المنشآت الصحية. عندنا الهوش الأوشا اللي هي منظمة الصحة العالمية تقريباً برضو عندها ستاندر خاص بالتعامل مع غرف العزل والمرضى الإيربون. عندنا السي دي سي وضعت لنا المعايير الأساسية للتعامل مع المرضى اللي هم الإيربون ديزيز كيسز وغالباً كلها حنتكلم عنها الآن. Type of airborne isolation. Type of airborne isolation. عندنا we have three types of isolation room. Sorry. We have a three type of isolation room. We have natural or standard room air pressures. هنا بمعنى إنه عند ال indication of use اللي هو ال example standard air اللي هي الغرف العادية اللي patients العاديين اللي ممكن إحنا نسميها ب single room. عندنا ال visitor room pressures اللي هي used for immune compromised patient to prevent air borne transmission of any infectious disease. اللي هي عندنا البوزيتيف بريشر اللي هي الغرف المستخدمه غالبا اللي نوضع فيها المرضى اللي هي الاميون كومبرومايز. وعندنا غالبا من الاقسام اللي دائما نلاحظ فيها وجود البوزيتيف بريشر روم عندنا الاو ار, وعندنا غرف السي اس دي اللي هي الكلينز اريا اللي هو غرفه الكلوزنج. يصحح لي دكتور اشرف اذا كان في حاجه او استاذ اشواق. وعندنا كمان بالنسبة للبوزيتيف روم عندنا اللي هي الأقسام اللي غالباً يكون فيها بون ترانسميشن ديزيز أو الأورغان ترانسميشن أو المرضى الثلاسيميا أو المرضى الأمراض الدم.
عندنا الثيرد تايبس عندنا النيجاتيف بريشر روم وهذا غالبا المعترف عليها في جميع المستشفيات يوز تو ريدوس السبريد اوف بيشنت بروتكتد فروم اني ايربورن ترانسميشن فروم بيشنت هو مي بي ان انفكشوس ريسك. النيجاتيف روم زي ما قلنا هي غالبا تكون غرفه تكون سالبه الضغط بمعنى انه تسحب هواء الهواء الموجود داخل الغرفه برا ولكن الهواء اللي برا بيخش على جوه. حنتكلم عنها عن آلية شفط الهواء أو كيف إحنا نعرف إنه هذا الغرفة نيجاتيف ولا ما هي نيجاتيف. بحيث إنه الديزيز المريض أو الأورجانيزم الموجود في الأير في الأير إنه ما يخرج من الغرفة. فعشان كده إحنا مسمينا تسمى بالنيجاتيف بريشر روم. isolation room construction and maintenance requirement وهنا حنتكلم specifically عن الـ air isolation room. diagram تقريبا يوضح لنا التصميم اللي هي الـ negative pressure rooms. عندنا تقريبا هذه خارج الغرفة هذه نعتبرها الـ anti room. الهواء تقريبا بيخش هذه مخارج الهواء تمام. هنا بتخش الـ ventilation للمريض. لكل غرفة نيجاتيف بريشر روم يكون لها اكزوست خاص تقريبا تكون لها اللي هي انابيب الشفط للهواء خاصة بها غالبا ما تكون مرتبطة بباقي الغرف العزل. غالبا الجهاز الشفط او الفلتر يكون دائما فوق راس المريض وهذا من الاشتراطات وزارة الصحة. ليش؟ لانه نقول كل البرودكت او الدست اللي بيطلع من المريض او نقول انه الرذاذ اللي بيطلع من المريض بيطلع على طول على الفلترز على الشفاط تقريبا وبيطلع ايش يتخلص للهوست الخاص به. بمعنى انه الهواء الداخل والخارج لمجريات خاصه انترنت خاص ويطلع مره ثانيه الهواء. الهواء عندنا هنا ابدا ما في اي هواء بيطلع برا هذا ان كانت معموله بالمواصفات المعتمده. طيب من اهم المواصفات احنا قلنا حنتكلم عن مواصفات غرف العزل. اتكلم دكتور عبد الرحمن يدي العافيه عن الكونستراكشن والرينوفيشن بصفه عامه في الايش في بس هنا احنا نجي نتكلم عن اني لما ابغى اعمل كونستراكشن لغرفه عزل ايديال ايزوليشن روم وات شود يو هاف. اول حاجه وي شود هاف هاند واشينج بريبريشنز. الهاند واشينج بريبريشن must be appropriate without touch food or electric sensors زي ما ورانا يدي العافيه دكتور عبد الرحمن الدكتور اشرف يدي العافيه يعني حط لنا حط موديل جدا جميل للهاند واشينج. الايديال هاند واشينج كيف بيكون؟ اما بيكون سنسورز او الكترونكس. Then a sink كمان انه لازم انه يكون deep stainless steel sink to avoid splashing during use. انه ما يكون زي الاكزامبلز اللي برضه تم طرحها عن طريق الدكتور اشرف انه تكون ديرتي وتكون وسخه. لازم تكون deep sink عشان لما when you wash your hand ما يكون فيها splashes. بروفايد اهم نقطه عندنا في غرف العزل انه يكون فيها الانتي ميكروبيال صوب ديسبنس for aseptic hand washing or plant soap dispenser for simple hand washing and via proper towels. ولازم انه يكون ايش يكون changeable يعني you can be changed. نجي نتكلم عن النقطه الثانيه مواصفات غرفه النيجاتيف بريشر رومز اللي هي الايربورن انزوليشن رومز. نتكلم عن نقطه الفلورز اندر ويلز. نجي أول شيء عن الفلور. الفلور of sleep resistance materials لازم تكون resistance material. الأنتي ميكروبيال يعني تكون الميكروبيال. No crackles helping the growth of microorganism. لما نتكلم no crackles يعني إنه يكون الفينيلز الموجود عفوا عن الفلور مش يكون الفينيلز الموجود إلا في الأرض إنه ما يكون فيه كراكلز ما يكون مكسر ما يكون مقطع. أو نفس الشيء عفوا هنا في البداية إنه الفلورا سبيل ريزيستنس ماتيريال إنه يكون برضو الفينيل يكون أنتي ميكروبيال ويكون ريزيستنس ماتيريالز إنه ما يزحلق ما يطيح الناس تمام. كونكشن with walls angles must be rounded to help this disinfection. من مواصفاته إنه ما تكون في عندنا اللي هي الزوايا
الزوايا المثلثة، لأنه الزوايا لازم تكون دائرية، بحيث أنه الزوايا المثلثة اللي غالبا الموجودة في في في, في بيوتنا العادية تكون هناك في طريقة أنه تتجمع فيها البكتيريا والغبار، فتكون صعب. ولكن لما تكون راوندين تكون في سهل التنظيف. طب نجي للوائط الوال زي ما قلت يكون painted with antimicrobial paint and they're replaced with cleaning، بمعنى انه لازم تكون البويه فيها antimicrobial وكان بي كلينبل، يعني ايزي انه سهل اني انا اغسلها، ما تتبقع ما تتوسخ، بحيث انه لا قدر الله انه صار فيها سبلاش لأي مطهر لأي حاجة ممكن تصير فيها سبلاشينج، فلما أغسلها أنه ما يبان. تمام. All pipes and electric opening must be completely sealed. البايبس هو الالكترينج اوبننج اللي هي الأفياش الكهرباء تكون داخل في الجدار، مضبوط، يعني ما يكون فيها بروز خارجي. تمام. زي مثلا لا يجيك سباك ولا كهربائي يعمل لك المثال، يعني يعمل لك أفيش خارجي يكون خارج الافياش كلها، لا لازم تكون كلها داخليه. وكمان ممكن تكون نجي السيلينج اللي هو السق must be eliminated and painted with antimicrobial antimicrobial paint. Connections with wall angles must be rounded to help cleaning and disinfection. برضو all pipes should be eliminated. No opening must be completed sealed. برضو نفس الحاجة عندي السقف لازم يكون completely قطعة واحدة، يعني ما يكون لي إنه مجزأ في أجزاء في حاجة في عندي مخارج أسلاك ولا مخارج اللمبات ولا وات إيفر يكون خارجي، لا إنه يكون كله قطعة واحدة، وأهم شيء إنه يكون antimicrobial paint. هذا الاكزوست اللي تكلمت عنه اللي هو مخارج الايش مخارج التهويه الخاصه بغرف العزل. اول حاجه من المواصفات انه ذا اكزوست كونسيدر ا لارج اكزوست سيستم تو سيرف مالتيبل روم انستيد اوف مالتيبل سمولر اكزوست سيستم، بمعنى انه مخارج الهواء بالذات للايزوليشن روم لازم تكون عاليه جدا، ما تكون واطية. ليه عالية جدا؟ لأنه ارتفاع اللي هو الخروج يكون عالي، ما اعتبرها ما تكون واطية. Provide emergency power of fan اللي هو is very important، بمعنى أنه مراوح الشفط الموجودة في الغرف العزل لازم تكون في emergency power، بحيث أنها لما تخرب مروحة المروحة الثانية تشتغل على طول ساعد انه الهواء يطلع، انه ما يصير في اكيوميليشن وممكن تخرب النيجاتيف بريشر روم، فبالتالي هذا برضه ياثر على جوده التهويه في غرفه المريض، يؤثر على جوده الاير اكسشينج في غرفه، وبالتالي يؤثر على البريشر. الاكزوست داكت شود بي 25 فيت فار فروم ذا اني بابليك اريا اند اول اير شود بي هيبا فلترد اند اكسترد تو اوتسايد. المواصفات غرف العزل انه لازم يكون فيها هيبا فلتر عشان تنقيه الاكزوست داكت، لازم يكون فيه له هيبا فلتر. الهيبا فلتر من مهامه انه ينقي الهواء، ما نقول لا يطهر ولا يعقم، ولكن هو ينقي الهواء، ينقي الهواء بحيث انه ايش البارتيكلز الميكروبس بارت انها كلها بتتجمع في الهيبا فلترز، وبالتالي باقي الهواء بيطلع فوق. إن لازم تكون 25 feet from any public area، إن أعلى تكون أعلى من مستوى البوبليكس اريا، يعني أعلى من مستوى البيوت، أعلى من مستوى المنشأة الصحية. ليش؟ لأنه تنقلل من الكونتامينيشن للأورجانيزم. الإكزوستيف أوتليت should be located 15 سنتي above the floor and beside the head of the patient and will cavities. زي ما قلنا برضو إنه مخارج الهواء تكون فوق رأس المريض بحيث إنه إيش تساعد على خروج كل البكتيريا. نتكلم عن النقطة اللي هو maintaining of a negative pressure. The extra host air flow should be greater than supply air with approximately اللي هو 10 فنس. اللي هو عندنا الاير فلو لازم يكون جدا عالي تقريبا. الديفرنشال بريشر بين اول رومز اللي هو النيجاتيف بريشر للاول روم بصفه عامه
to the corridor should be main of a sali اللي هو سالب 2 more negative pressures. بوضح هنا النقطة اللي هي سالب 5 اللي هو or more negative pressures. المفهوم أغرب الاستاف إنه أنا لما نحط سالب 5 and more لما نجي في المعادلة الرياضيات أو على خط الأعداد إنه سالب 5 أو لما أجي أنا على more بمعنى إني أنا أطلع فوق على البوزيتيف فهي سالب 5 or less لأنه إحنا نازلين على نيجاتيف فبالتالي إنه يكون سالب 2 sorry فهو سالب 2 سالب 4 whatever هنا بيكون أفضل لكن مجرد من أنا أخليه سالب 5 إن جينا عملنا تيست إنه الكل يجرب عنده في المنشأة الصحية لما أنا أخليها سالب 5 سواء كانت في الأنتي روم والبيشنت روم مجرد مني أنا أفتح التو دور البريشرز عندي بيصير بوزيتيف فبالتالي هذا بيصير ريسك للمين ريسك للبيشنت إنه للكوريدور للهيث كير وركر اللي في الكوريدور بيشنت ريسك للأدر بيشنت فبالتالي ماينس ماينس 2 أند ليس اللي هو ليس أنا بأخذها بمعنى إنه ماينس 4 minus 6 minus 8 minus 10 بحس اني لما احس انه لما انفتح باب غرفه المريض الماكسيمم اللي ينزل فيه الريت توصل الغرفه للبوزيتيف انه يوصل لي يعني انا ما اخلي الغرفه مجرد مني افتح الباب لانه بعض الاحيان يكون في بروسيس او بروسيجرز تتطلب اني انا اخلي باب غرفه المريض مفتوح بمعنى اني لما بدي اسحب المريض ابى اطلع ابى انزله اكس راي ابى اوديه يعمل اي بروسيجرز خارجي اذا كان سبيشالي يعني احنا دائما نقول انه dont shift او dont transport any patient under airborne precaution unless if this is necessary فاذا كان المريض ريلي يحتاج انه يخرج من غرفه العزل بحيث انه يروح يعمل اي بروسيجرز لازم نحط في الحسبان فتره فتحه الباب ونقله المريض من الى قبل لا يلبس السيرجيكال ماسك وقتها ما انا بجهز المريض باثروم should be more negative respecting to the all room with the 10 hectare and air flow of the bathroom should be minus 15 extra than patient room ليش عشان الباثروم ليش دائما انه نقول يكون اكثر الشفط عشان برضه يقلل من نسبه اللي هو الانتشار الانتي روم للمريض اللي هي المفروض هذه تكون اول حاجه design consideration انتي روم is between the patient room and the corridor it is a preventable infection particle to escapes into the corridor so it is an air look and clean area لازم نعرف انه الانتي روم تعتبر حاجه رئيسيه ولكن في الوقت الراهن الاشتراطات الجديده لمكافحه العدوى غرف العزل بناء على بعض الكونستراكشن الموجوده في المنشات اذا في امكانيه انه وجود غرفه انتي روم فايز اكسبتابل اذا مش موجود فايز اوكي ما بتحسب حتى بنلاحظ هذه النقطه في سيباهي انتي روم شود بي ناتشرال ريسبكتنج كوريدورز انتي روم شود هاف كابينت window into للpatient room بمعنى انه لازم في الانتي روم يكون انا موجود عندي سينك ليش؟ لانه الهيلث كير بروفايدرز بعد ما يخلص البروسيجرز من البيشنت يطلع برا بيعمل داونينج او دوكينج للكي بي ايز يحتاج انه يغسل يعمل هاند واشنج ونفس الشيء قبل لا يخش للمريض وهو بيتجهز بيعمل اللي هو الداونينج للبي بي ايز يحتاج انه يعمل هاند هايجين انتي روم دور اند بيشنت روم دور شود بي الايند الايند بمعنى انهم يكونوا متوافقين انهم افتح واحد الثاني اما يتقفل لازم انهم يكونوا كلوز لازم يكونوا اوتوميتد نفس الحاجه انه برضه اضافه لها انه انتي روم دورز والبيشنت روم دورز شود بي اولويز كيب اللي هو ايش كلوز طيب نيجي نتكلم على الايربون انفكشن الايربون انفكشن ايزوليشن روم اللي هو الروم بريشر مونيتورز كيف احنا نعمل لها مونيتورز اول حاجه المونيتورز لازم يكون الغرف العزل الايزوليشن روم سبيشال مونيتورز ديبند للفاسيليتي في فاسيليتي تكون فيها المونيتور اللي هي في الوولز خارج الرومز وهذه الايديالز انها تكون فيها لوكيتد اوتسايد اوف انتي روم دور اند الكوريدورز يعني تكون في خارج غرفة المريض يكون في عندي مينيتورز يقيس لي اللي هو النيجاتيف بريشر والهوميديتي والتمبريشر الخاصة للمريض يكون
الالارمينج جهاز اللي هو او المونيتورز هذا يكون على الارم فيجوالز اند كليرلي اف النيجاتيف بريشر از نوت مينتيند، بمعنى انه لازم يكون الجهاز المونيتورز يعمل لي الارم، يا اما اني اسمع الالارم وهو الافضل انه يكون متصل بالصيانة بحيث انه في حصل اي خلل مجرد انه الصيانة تعرف انه في خلل بتطلع بتصلح الخلل قبل يعني قبل ما يجيها بلاغ من رئيس القسم التمريض انه الان عندي خلل وياخذ وقت قبل ما يطلع يصلحه. التايم ان الارم تو بيلدينج اللي هو اوتوميشن سيستم، هذه النقطة اللي بقول فيها انه التايم ان الارم يكون للبيلدينج سيستم اللي هو يكون عن طريق المينتنس. طيب طب عندنا غرف ما فيها ما فيها مونيتور خارجي وبس انها نيجاتيف بريشر رومز، ولكن الديزاين ولكن من الاشتراطات اللي صارت فيها انه نقص موضوع هنا عندنا موضوع المينتنس اللي هي الصيانه، يكون عندهم فيرتوبل ماشين يطلع يوميا بشكل يومي يتم قياس الغرف اجراءات مكافحه العدوى الموجوده عندنا، انه لو كان فيها مريض بشكل يومي ما فيها مريض بشكل أسبوعي أو حسب توفر المريض depend للبوليس والبروسيجرز للغايدلاينز موجودة. يتم قراءة الغرف وإعطاء القراءات لتقريبا لمشرف القسم في اللي هو في قسم العزل. طيب إحنا ما عندنا مثلا ما عندنا جهاز يقيس لنا فعالية نيجاتيف بريشر رومز أو we have a problems في المينتنس ماشين، تمام انه المينتنس ما عندهم جهاز، فاحنا نرجع للتراديشنالز وللتستد ذا مينيتورز الروم بريشرز. عندنا تو ثينجز اور ثري اكزامبلز، اول حاجه السموك اور تيشو تيست. سموك وتيشو تيست بمعنى انه تو كاري اوت ذيس تيست سموك كابلز او تيشو از بليس ات ذا بوتومز اوف ذا نيجاتيف بريشر روم دورز. If the smoke or tissue is pulled underneath the door, the room can be اللي هو pressurized. بمعنى إني ما أجيب ولاعة، تمام؟ أو أجيب حتة غالباً ما أقول ورقة ولكن نقول المشو ونحطها تحت الباب. إذا المناديل انشفطت على جوا، فهذا أنا عندي ما أقول لك إنه الغرفة نيجاتيف بريشر، ولكن أنا ما أعرف هي قد إيش نيجاتيف، تمام؟ بس أنا أعرف إنها نيجاتيف لأنه إيه؟ لأنها سحبت. النيجاتيف إحنا قلنا نيجاتيف بريشر. نفس الحاجة إذا عندي اللهب، إذا مثلا ولعت ولاعة وحطيت على التتم تحت الباب، إذا انسحب عندي تقريبا اللهب على جوا، فأنا أعرف إنه عندي الغرفة نيجاتيف. طيب ولكن هذه الآلية وهذه الطريقة لها أدفانتج وديس أدفانتج، لها حسنات ولها سيئات. الأدفانتج إنه تيست إز سيمبلي أند كوست إفكتيف، ما أحتاج لماشين ولا أحتاج أي أحد، عادي مجرد اجيب منديل احطه انسحب والحمد لله الغرفه طلعت نزلت. طيب ولكن الديس ادفانتج اللي هي العيوب هذا التست does not show if the room is over or under pressurized. هذه النقطه اللي قلت عنها انه انا ما اعرف هي قد ايش بريشر، ممكن تكون سالب 1 بريشر، ممكن تكون الجهاز ممكن يكون بس مجرد لحظه ما ان انا حط المنديل ولا اللهب شفط، تمام؟ أنا ما أعرف هي متى حتكون هذه من الإيش الديس أدفانتج تبعها. طيب عندنا الإلكتريك مونيتورز اللي تكلمنا عنه بليست إن أيزوليشن روم أند ذا أريا أوتسايد روم. الأدفانتج للمونيتورز اللي هو المفروض الأيدلز يكون موجود أوفر كونتينوس مونيتورينج أوف ذا روم بريشر. They are equipped with alarm that will sound if the room becomes pressurized. من الادفانتج قلنا انه موجود على طول في الباب، يديني الارم على طول مقاسه بشكل مستمر، تديني الارم وامورها من احسن ما يكون انا عندي الغرفه وانا يعني اكون مطمئنة إنه عند الغرفة وضعها ممتاز. الديس أدفانتجز لها إنه they can become contaminated, provide false reports, costly, and healthcare staff need to be trained to use them, need to be اللي هو connected to BMS,
need continuous monitoring and maintenance. A disadvantage اللي فيها كثير اللي هي انه can be contaminated, يعني contaminated ايوه صحيح ممكن ما تكون صحيحه, وبرضه هي على حسب القراءات. maintenance عملت لي فيها قراءه صحيحه فانا بعرف ان انا contaminated. A false reading وبهذه من الاشياء الملاحظات اللي غالبا اكثرنا بيلاحظها انه ممكن تديني بوزيت نيجاتيف 5 4000 انه الغرفه نيجاتيف ولا تحس انه اوكي قراءه فيها لما اجي المينتنس يبقى يشيك على القراءات يطلع لي قراءه خطا. زي ما قلنا كواسلي باهظه الثمن احتاج انها تكون كونكتد للبي ام اس, زي ما قلنا تحتاج انها تكون كونكتد على قسم الصيانه, او تحتاج انه يكون في عندك كونتينوس مونيتورنج ومينتنس اللي هو لنفس الجهاز او للمونيتورز ان جنرال. طيب النقطة الثانية حنتكلم عن الايزوليشن روم كونستراكشن ريكوايرمنت. زي ما قلنا انه لازم يكون فيها انتي روم, بس ان كنا الانتي روم نيجاتيف بريشر انه يكون ايش اوبشنال ما هو اساسي. طيب الشاور اند تواليت لازم يكون فيها, هاند بيسن وذ هاند فري اوبريشنز من الاشياء الرئيسية تكون توفرها, السيلف كلوزنج دور تو ذا روم ضمن الاشتراطات الرئيسية, grill flip to control room airflow, 100% intake of air, air fresh, تمام, وأنا يكون عندي الـ air change عندي 12 times, independent air supply, يكون لها الـ air supply يكون خاص فيها, الـ exhausted زي ما قلنا, low level exhausted اللي هو 150 مليمتر to 300 مليمتر above the floor levels, HEPA filter on our on supply air لازم يكون فيها, البريشر مونيتورينج less than minus 5 pixels, هذه النقطة اللي بنتكلم عنها less than minus 5 يعني أقل من minus 5 يعني ممكن minus 5 minus 9 minus 15 عشان ناخذ بالحسبان موضوع فتحة الباب. Temperatures is to تكون between 21 to 24 degrees centigrade, should maintain and الهوميديتي لازم تكون معنا هو تقريبا 60% الهوميديتي ان سمر عن 30% في الوينترز, هذه غالبا بيسووها المينتنس. نرجع مره ثانيه لوزاره الصحه والاوشا والسي دي سي, تقريبا ادونا اللي هو البريكوشن ماست بي فولو ان ايزوليشن. اتكلم يدي العافيه زملائنا في اليومين السابقه عن الستاندرد بريكوشن والايزوليشن بريكوشن وات تو دو special supply to use in, when you are dealing with transmission based precaution. هنتكلم عن الايربورن ديجا في اليوم دكتور اشرف, اتكلم in details تقريبا في جميع هذه النقاط. الايربورن transmission based precaution must be followed when dealing with an infectious patient including hand hygiene. قلنا ضمن الاشياء الرئيسيه انه to decrease the patient's infections or transmission infection between the patients لل healthcare worker or between the healthcare worker لل other patients is adequate hand hygiene is very necessary. لازم نتبع ال hand hygiene steps نطبقها to implement it بصورة صحيحة. And 5 moments لل hand hygiene. Wearing an appropriate surgical اللي هو ال appropriate respiratory mask. نتعامل مع patients under airborne transmission disease, إحنا لازم نتعامل مع اللي هو ال respiratory mask. وهمنا جدا في respiratory mask إنه ال healthcare provider يكون عنده adequate fit test he knows the type of إنه اللي هو respiratory that he uses. إذا إنه ما كان عنده أو غير متوفر ال respiratory mask, إحنا عندنا alternative لها تقريبا عندنا BBR اللي هو الببر, وهذا depend أن الببر أستخدم للناس اللي هم الالبرتد يستخدموه. فجدا مهم إنه جميع الممارسين الصحيين يستخدموا يعملوا الفيت تيست بما معناته اللي هو نطاق البكسل.
applying standard precautions لما نجي نتكلم as standard precaution فإحنا بنطبق جميع معايير standard precaution بدون استثناء اللي هي 9 النقاط اللي الهاند هايجين الادكويت ويرنج للبي بي ايز غير الريسبيراتوري احنا عندنا الجلافز والجاون وي ار ديلينج وذ بيشنتس عندنا الانفايرومنتال كليننج امس دي العافيه دكتور سامح ادانا تفصيل جدا مهم على الانفايرومنتال كليننج يحتوي حتى الكليننج للروم والديسانفكتد للروم الاليات الصحيحه المستخدمه للديسانفكتد والكليننج للروم كمان عندنا الديلينج والشارب ديلينج والشارب اوبجكت how to deal nicely with the sharp object and critical waste وعندنا الليينج ديها العافيه دكتوره نادين برضه تكلمت how to deal adequately with the infectious leaning especially that one from اللي هو الايزوليشن زوم وغيرها ديهم العافيه الزملاء كلهم تقريبا اتغطى اللي هو الستاندرد بروكوشنز المهمه جدا للتعامل مع المرضى في غرف العزل وان جنرال التعامل مع البيشنت ان جنرال طيب ألين هنا ونقول لكم يديكم العافية وإذا كان في أي سؤال تفضل أي سؤال Thank you إيمان شكرا على محاضرتك الرائعة يعطيكم العافية في أحد عنده أي أسئلة We can use negative pressure room to isolation immunocompromised patient for protection. لا الimmunocompromised patient قلنا positive pressure room ما هي negative pressure room. لازم تكون positive pressure room بالimmunocompromised. وفي الغالب غير موجود يعني مو في كل المنشآت الصحية احنا موجودة عندنا positive pressure room لكن ما نقدر نحط له negative pressure room لأنه بيكون infection احنا قلنا النيجاتيف بريشر روم بتسحب الا بره تدخله جوه والاميونو كومبرومايز يحتاج كلين اير كلين اير يعني اللي جوه عنده في الغرفه بيخرج على برا تمام ممكن تفسري ليش نستخدم بوز اوكي فسرتي الان غرف العزل يكون فيها الضغط سلبي اختياري وليس اجباري كيف يعني؟ طيب ممكن إذا فهمت أنا سؤالها إنه في بعض غرف العزل بذات التصاميم الجديدة إن إذا كان هذا فكرك إذا كان هذا سؤالك إن أنا ممكن أخليها غرفة عادية ولما أحتاج إن أخليها نيجاتيف بريشر روم أنا أشغل الجهاز واستخدمه على إنها نيجاتيف بريشر روم إذا كان هذا سؤالك أو سؤال الزميل كم اللي هو الانفكشنز كنترول اللي هو الريكومنديشنز انه نيجاتيف بريشر رومز فور نيجاتيف بريشر رومز انا ما استخدمها لاي حاجه ثانيه الا ان كيس انه في ريكومنديشن من اداره مستشفى وانا عندي البيت كابست عندي فيه مشاكل وما شابه هذه تطلع فيها لجنه ولكن النيجاتيف بريشر روم كان اونلي جاست يوز فور اور بين فور اير بورن ديزيز ما في كلام فيه وهذا برضو يعتمد على حسب الدليل اللي طالع من الوزارة. طيب نقدر نستخدم واحدة منهم في غرف العزل؟ من هي؟ ما السؤال غير واضح صراحة. طيب خلافا لغرف عزل الأمراض المنقولة بالها يجب أن يكون الضغط سلبي إجباري تماما؟ صحيح. تمام. يعني أنا اللي فهمت إنه قصده إنه الباب بيكون إجباري تماماً غلق إجباري ولا غرف العزل تكون غلق إجباري بالفعل إنه الدورز لازم يكون أوتوميتد ولازم تكون تغلق دائماً نتأكد إنه دائماً الغرف تكون حتى لو ما فيها مرضى إنها تكون نيجاتيف إن تكون القراءة فيها موجودة بتكون برضو الباب يكون فيها مقفول ليش؟ عشان يحافظ لي على كفاءة الجهاز هذا السؤال تمام في سؤال آخر الهبة فلتر أو النيجاتيف بريشر نقدر نستخدم واحدة منهم في غرف العزل لا في فرق إذا أنا غير متوفر عندي نيجاتيف بريشر أنا أستخدم الهبة فلتر بس الهبة فلتر ما يغطي لي المريض التي بي والميزلز الهبة فلتر أنا بستخدمه جست كتنقية هواء
ولكن ما بيعمل لي اللي هو بريشرايز تمام. ولكن اذا تم توزيع بالفعل الهيبا فلترز عن طريق اداره مكافحه العدوى يديهم العافيه، لانه في الفاسيلتي عندنا الكونترا الانفراستراكشر عندنا في المنشات الصحيه ما بنقدر نطبق فيها نظام غرف العزل افكتيفلي. فعشان كده اذا انا ما عندي نيجاتيف بريشر روم ايديكويتلي او مطابق للمواصفات، اوكي انا بستخدم الهيبا فلتر، ولكن قلنا زي ما قلنا نحطه على اعلى شيء او نحطه جنب راس المريض، ولكن لا يغني ابدا عن النيجاتيف بريشر رومز. كل واحد ليه اللي هو اليه عمل تختلف عن الاخر. تمام. تقريبا الاسئله كلها اللي انسالت بعدها تقريبا هي اوفيتي شرحها قبل شوي. في حال استخدام غرفة العزل السلبية لمريض عادي، متى وكيف نعقم مقياس الغرفة السلبي؟ احنا قلنا غرف العزل النيجاتيف بريشر روم قصدهم قلنا لا تستخدم لأي مريض عادي. استخدمت بناء على لجنة بحيث انه زي ما قلنا انه ما في ضرر، يتم تنظيفها وتعقيمها بالاشتراطات اللي اتكلم عنها الدي العافيه امس دكتور سامح، عادي نورمال كليننج واللي هو تيرمينال كليننج وتتعقم. ولكن رجاء غرف النيجاتيف بريشر روم بالذات الاير بون بريشر روم يوز ات فور كيسز از اير بون، would not use it for a single patient or for VIP cases or for any يعني others issues. تمام يعطيك العافية. في أي سؤال آخر لأستاذة إيمان؟ ما في أي أسئلة. أشكرك جدا يا إيمان وأشكر جميع المحاضرين. This is the end of our program. I hope we all achieve the goal of our course by sharing our knowledge. Please don't forget to do the post test. Thank you for your attend. وشكرا لكم جميعا، وإن شاء الله نكون استفدتم من المحاضرة وعملنا شير لمعلوماتنا معاكم واستفدتم من المحاضرين. صراحة محاضرين جميعهم من أول يوم لآخر يوم كانت جدا محاضرات رائعة وإلقاء رائع مفصل، أنا شخصيا استفدت منها. يعطيكم العافية جميعا والله يرضى عليكم. لا تنسوا البوست تيست ضروري أنكم تعملونه. وشكرا لكم جميعا ويوم جميل بإذن الله. Thank you for all.